مساء الخير واهلا بكم حلقه جديده وهنا العاصمه. النهارده ضيفنا في هذه الحلقه هو الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديه ووزير التعاون الدولي، وهذا هو اول حوار يجري الدكتور زياد منذ تعيينه في هذا المنصب. النهارده دكتور زياد هيكلمنا عن الحكومه، هي فين الحكومه؟ هل الحكومه مش موجوده؟ هل الحكومه تعمل؟ ناس كتير قابلت عدد من الاجانب السفراء الاجانب في الفتره الماضيه واحدهم قال لي واضح ان الحكومه بتاعتكم عايشة في ألاسكا، بما معناه أن الحكومة مش موجودة على الأرض، وأن احنا منتظرين من هذه الحكومة الحقيقة أداء ربما أفضل، أداء أكثر يعني حماسا، قرارات موجودة على الأرض. عايزين نسمع للحكومة صوت ربما أعلى كثيرا من صوت ربعة. هل الحكومة أسيرة الوضع في ربعة والنهضة؟ هل الحكومة منتظرة حتى يتم فض هذين الاعتصامين أو الانتهاء منهما بأي شكل من الأشكال حتى تبدأ العمل، ولا في بالفعل شغل يجري على الأرض؟ وإن الحكومة ما بقلاش الحياة أكتر من أسبوعين وإحنا محملينها أكبر مما يستحق الأمر. هنسمع من الدكتور زياد خطة الحكومة على مستوى قصير الأجل والمستوى طويل الأجل، وهنسمع منه أيضا عما يقال عن المارشال بلان، يعني إيه خطة مارشال لمصر وهي خطة استثمارية، هنسمع منه تفسيرها، وأيضا هنسمع منه رأيه في المشهد السياسي. دكتور زياد بهاء الدين طبعا هو قطب من أقطاب الحزب المصري الديمقراطي، كان نائبا في مجلس الشعب المنحل عن هذا الحزب عن دائرته في أسيوط، لكن الآن يعني يرتدي قبعة سياسية أيضا، وهنسمع منه آراءه في الوضع السياسي وفي ما ناقشته الحكومة حول فض الاعتصامات أو الإبقاء عليها. دلوقتي بنتكلم فض الاعتصامات أو إن إحنا نخليها. وبمناسبة بقى الاعتصامات، أنا عارفة إنه كتير منكم غاضب، أنا الحقيقة غاضبة جدا، بحاول أكون هادية بس عشان لما نتكلم في هذا الأمر نكون موضوعيين هادئين، نحاول نضع الأمور في معاييرها الصحيحة، نسمع وجهة النظر الأخرى نعبر عنها، لكن كما اعتدتموني لا أعبر إلا عن قناعاتي ولا أعبر إلا عما أظن أنه مصلحة هذا الوطن وأمنه القومي وصالحي وإرادته وإرادة أهله. وإحنا بقالنا فترة الحقيقة الأخبار أنه إيه أشتون راحت زارت مرسي، ماشي يعني عدت كده، وقفت هنا شوية وبعدين عدت، نقال لك الاتحاد الأفريقي راح زار مرسي، وقفنا برضو شوية وقلنا طيب حد من أوروبا وحد من أفريقيا، لأن عندنا مشكلة في أفريقيا ومحتاجين أن احنا نظبط أمورنا معاها، ونريد أن نتأكد أن الوفد الإفريقي من حكماء أفريقيا إلا يعني الحقيقة بيعدوا انقلابات كتيرة في أفريقيا، لكن جم وقفوا عندنا واعتبروا أن ده انقلاب، لكن عشان يتأكدوا أن الرجل في حالة جيدة وأنه يعامل بمعاملة كريمة، هي معاملة المصريين الحقيقة. بعد كده الحقيقة امبارح بقالنا يومين بنسمع عن مفاوضات رايحة وجاية، وعن تأجيل لفض الاعتصامات، وعن مبادرات سياسية ما سمعناش عن تفاصيل أي مبادرات، بنسمع عن يعني صوت إصلاحي، صوت يأتي، بنحاول إن إحنا يكون الحل السلمي. طيب وإحنا موافقين على الحل السلمي، نتمنى نغمض عينينا نفتحها نلاقي حل سلمي على المائدة، ما شفناش أي تفاصيل منه، بس أنا كمواطن أتمنى ذلك، أتمنى إن أنا ألاقي الحل السلمي بكرة الصبح، ولا تراق نقطة دماء واحدة، ولا يبقى عندي قطع طريق ولا أي حاجة، أنا عايز أعيش حياتي، أنا عايز أروح الشغل، ابني يروح المدرسة، يروح يتمرن في النادي، الناس تروح شغلها، تروح تصيف، عايزين الحياة تعود إلى مجراها الطبيعي والناس تشتغل، يكون في عمل في هذا الوطن. لكن بقى الحقيقة الموضوع اللي بقى مش ممكن ينزل ويعني وقف بقى خالص مهما بلبعناه بمية وشربنا وراه كركديه وحاولنا بقى ان احنا يعني نخصب على نفسنا كيلو ليمون او رطل ليمون او اي شيء،
هو الزيارة التي قام بها عدد من وزراء الخارجية العرب والمندوبين الأوروبيين. امبارح كان في وزير خارجية قطري، وزير خارجية الإماراتي، برناندينو المبعوث الأوروبي، وويليام بيرنز لخيرة الشاطر في محبسه. هنا بقى ونقف ونحط نقطة ومن أول السطر. والحقيقة إن الناس يعني لما نزلت في التفويض يوم 26 وفوضت الفريق السيسي والدولة المصرية ككل الحقيقة مش بس الفريق السيسي لمواجهة الإرهاب، ربما كان جزء من هذا التفويض إنه يتفاوض. يعني جزء من التفويض إحنا عايزينك إن حضرتك أو يا دولة إن عايزينك إن أنت تقضي على الإرهاب، ماشي. جزء من القضاء على الإرهاب إنك تتفاوضي، تمام. ومين فينا يكره إن الموضوع يخرج بتفاوض وإن الأمور، لأن الإخوان فصيل باقي معنا في هذا الوطن طالما لم يرفع منه أحد سلاح. اللي رفعوا علينا السلاح، اللي حرضوا على منصات رابعة، اللي قطعوا الطريق، اللي عذبوا الناس و11 جثة، اللي استخدموا الأطفال، كل ده لا تسامح فيه والشعب المصري لن يتسامح فيه. وبالتالي اتفاوض ماشي كدولة، وهنا أنا بكلم الدولة كلها، بدءا من سيادة الرئيس، بدءا من الدكتور البردعي، بدءا من الحكومة كلها بما فيها السيد وزير الدفاع، كل الحكومة على أكملها، أكمل وجهها، يعني لا أخص أحدا. يا دولة أنا ما عنديش مانع أنك تتفاوضي طالما أن هذا التفاوض لا يمس كرامتي كدولة، لا يمس أمني الوطني، لا يمس إحساس يعني ما خرج من أجله الناس يوم 30 يونيو، وهو تحرير الإرادة. هذا الشعب حرر إرادته من الإخوان وحرر إرادته من التبعية الغربية. ولو تاخدوا بالكم منذ حدث هذا التحرير ومحاولة إنكار العالم كله أن هذه إرادة الشعب المصري، ومحاولة إنكار العالم كله وإلباسه بصبغة الانقلاب العسكري، وإحنا محدش سيبنا في حالنا، وفجأة وكأن مصر قد تحولت إلى أهم بقعة على الأرض. لا مهم بقى اللي بيحصل في إيطاليا، ولا مهم اللي بيحصل في دولة أخرى، مفيش. إيه يا مصر؟ جمهورية مصر العربية دولة مهمة، لكن الحقيقة هذا الاهتمام اللي لا وقت مكان مرسي يعني بينتهك الحريات، ولا بينتهك المرأة، ولا بينتهك الأطفال، ولا بينتهك حقوق الإنسان، كل الكلام ده لعمرهم لا أرينا جواب، ولا أرينا صيغة، ولا أرينا تصريح، ولا أرينا نيو ستوري مكتوبة عليه، كان كله على استحياء. الآن نحن نتصدر خبر نمرة واحد، خبر نمرة اتنين، ليس بهذه الحشود اللي انتوا شايفينها، ولكن بقصة الانقلاب العسكري، وقصة انه أنصار مرسي، وأنصار مرسي المظلومين، وأنصار مرسي الذين يجب أن يعودوا للحياة السياسية. ليه؟ ببساطة لأن النظام الدولي لا يريدك أن تخرج عن التبعية. النظام الدولي يريدك أن تبقى في الفورمات بتاعته، في قوالب الجامدة. هي الديمقراطية كده يا جماعة، صندوق، وإحنا عملناها لك كده وهتفضل عاملة كده، وإحنا اللي نقرر. ده الغرب، إحنا اللي نقرر نقبل صندوق مين ونقبل صندوق مين. يعني مثلا إحنا عايزين الصندوق المصري ده اللي بيجيب الإخوان، لكن إحنا مثلا مش عايزين الصندوق الفلسطيني اللي جاب حماس، وحنقاطعها ونفرض عليها سانكشنز وعقوبات اقتصادية. الصندوق اللي بيجيب أحمدي نجاد، اللي جاب قبل هذه الانتخابات أحمدي نجاد قبل كده، كان صندوق فاسد أيضا وإحنا مش عايزينه. نحن الغرب نقرر أي صندوق لنقبله. فأنت لما جيت تحرر إرادتك وتكسر الطوق ده، فجأة العالم كله عندك، العالم كابس على نفسك. يعني دي الجملة الوحيدة اللي أقدر أقولها، كابس على نفسك، مش سايبك تاخد نفسك وتاخد قرارك براحتك. وأنا الحقيقة ممكن أفهم إنك تتفاوض، وأنا الحقيقة ممكن أفهم إنك قلق من إراقة الدماء، وأنا الحقيقة ممكن أفهم إنك تريد أن تقلل الخسائر، وقلق من الضغط الأوروبي، وقلق من جماعة الإخوان الاستشهادية اللي عايزة تموت نفسها وما يفرقش معاها مين يموت وعدد قد ايه يموت، وبيأجروا العيال عشان يموتوا وما يفرقش معاهم ولا دين ولا أخلاق ولا ضمير ولا أي حاجة. أفهم كل ده، لكني لا أفهم
أن تنتقص من سيادتي الوطنية على أرضي. وأنا المواطن لميس علي الحديدي لما طالبت بالتفويض يوم 26 لم أطالب بانتقاص سيادتي الوطنية على الأرض. وما أعتقدش أن أي مواطن، وبعبر هنا عن نفسي، ما أعتقدش أن أي مواطن من اللي نزلوا يوم 26 كان يطالب أو يقبل أي انتقاص من السيادة الوطنية على أرضنا، أو يقبل بأي مؤامرات، وهسميها مؤامرات، تحاك من ورا ظهرنا في جنح الليل والخيوط الأولى من الفجر دون أن نعلم ونعرفها من بره، لمجرد أنكم قلقون من التدخل، قلقون من رأي الغرب، والغرب هيقول إيه لو فضينا الاعتصامات والخسائر. يجب أن تقلقوا أولا يا سادة على ولاء الناس ليكوا، الحشد اللي ارتبط بيكوا، ثقة الناس فيكوا. وأنا بوجه كلامي للدولة المصرية عن بكرة أبيها كلها، سيد الرئيس، دكتور البرادعي، ودلوقتي أي حد بيتكلم الدكتور البرادعي فيه 20 واحد بيطلع يشتموه ويقول لك أنتوا أصلكوا فلول، لأي حد يختلف. عفوا، ممكن نختلف مع الدكتور البرادعي ولدينا جرأة أن نختلف، زي ما بنختلف مع السيد الرئيس، زي ممكن نختلف مع السيد وزير الدفاع، زي ما نختلف مع الدكتور الببلاوي. هذا علمتنا الثورات أننا نستطيع أن نختلف وأن احنا نكسر حاجز الخوف. خلاص مش هنخاف، ومش هيطلع لنا مكارثية جديدة، مش هتلاقينا حد تاني يخوفنا يقول لنا لا اصل انت عشان تتكلم ده يبقى المخابرات زقاك. لا، لن نعيش في ظل مكارثيه جديده. مره تانية، الناس دي لما نزلت تفوض من اجل القضاء على الارهاب، وانا عندي كل يوم اعداد بتموت في سينا، عندي قطع طريق مستمر، عندي اعتداء على الناس مستمر، عندي جثث بتترمي في الزبالة، ليه ناس بيعذبوا في ربع العدوية، عندي أطفال بينتهكوا، وعندي ناس بتزور خيرت الشاطر في محبسة. طيب، وجهة النظر التانية عشان أكون بس هادية كده، يعني وأقول لكم وجهة النظر التانية، أن الدولة تقول أن احنا حبينا ندي الحلول السياسية السلمية كل شيء، يعني كل المساحة وكل الطريق، انه يا جماعة عشان ما حدش يجي يلومنا بعد كده اذا قررنا استخدام وسائل اخرى، ان احنا بنديكوا كل المساحة وكل الوقت، عايزين تقابلوا مرسي تفضلوا، عايزين تقابلوا خيرت الشاطر تفضلوا، اعتقد في وفد ربما يذهب الى الكتاتني، ده نقلا عن الاناضول، بس انا معلوماتي انه لا، لكن الاناضول بتقول انه في وفد ذاهب الى دكتور الكتاتني دلوقتي، و بيعرضوا عليه وبيقولوا له ان هو الكلام اللي نقل على رويترز وعرفنا من بعض المسؤولين انه هذه الوفود عرضت على خيرت الشاطر بالامس قبول الامر الواقع، وان الامر الواقع هو ان هذه ثورة، ان مرسي لن يعود مرة اخرى للحكم، وان عليكم ان تقبلوا الوضع الحالي وان تفضوا الاعتصامات، لانه لن يكون يعني كي تكون لكم رجعة في السياسة، وهناك ضمانات، وضمانات دولية وضمانات من كل الأطياف، أنكم جزء من العملية السياسية، أنكم ستكونوا موجودين في لجنة الخمسين، أنكم هتنزلوا الانتخابات تحت اسم الحرية والعدالة، يعني في يعني بحاول أن هم يدوهم بعض الضمانات. في قصة بتقول أنه خيرت الشاطر، ودي القصة التي سربها خيرت الشاطر وعن طريق جهاد الحداد، ساب الاجتماع من نصه ومشي وقال لهم إذا أردتم أن تتحدثوا فلتتحدثوا مع مرسي، لأنه الرئيس الشرعي للبلاد طبقا لرواية جهاد الحداد اللي قالها لرويترز، واللي سربها خيرت الشاطر عن طريق نزيل آخر، مسجون آخر، لأن خيرت الشاطر ما فيش حد بيزوره في هذه الأثناء. رواية أخرى بتقول لأ، هم قعدوا معاه ساعة كاملة واتكلموا معاه واستمع وحدث أخذ ورد. خلونا نحلل مين اللي موجود. والحقيقة من اللي موجودين احنا بنتكلم على برناندينو المبعوث الأوروبي، مندوب أشتون الذي تركته أشتون بعد ليدي أشتون بعد أن تركت المكان، إذن يمثل الأوروبا. بيرنز، ويليام بيرنز، المبعوث الأمريكي، يمثل الولايات المتحدة. وزير الخارجية القطري العطية اللي ظهر لنا في فجأة كده، بيتفاوض أكيد نيابة عن الإخوان المسلمين، ويمكن العامل الوحيد المطمئن في الوفد ده هو وزير الخارجية الإماراتي، اللي ربما يعني يحمي المصالح المصرية وكأنه يحمي المصالح الإماراتية،
واللي بالتأكيد عارف وفاهم ايه اللي بيحصل جوه، وربما وجوده كان حاجز امام اخرين ان يتقدموا بعروض ملناش دعوه بيها. طيب هل المشهد امبارح كان مرتبك جدا حتى لو كانت الكلام ده تمام والوجهة النظر السياسيه يمكن البعض ان هو يفهمها وان احنا بندي كل المساحه للسياسه لكي تعمل عشان بعد كده اللي ما اعرفش امتى بعد كده ده اذا فضت هذه الاعتصامات وكان في خساير ما حدش بقى يجي يقول لنا عملتوا كده ليه؟ يعني بنقول لكم ان ما فيش دوله اوروبيه تتحمل ده او دوله او اي ولايه امريكيه تتحمل ده وفيش دوله في العالم تتحمله وبالتالي يعني هذا هو الوضع وخدوا وقتكم واحنا موافقين. الحقيقه امبارح المشهد كان لا يوحي بانك دوله امتي بثوره لانه الخبر الاول اذيع طبعا اكيد اتسرب من وزير الخارجيه القطري لقناه الجزيره فكان الخبر الاول على قناه الجزيره ثم خرج نفي من الداخليه المصريه وصدقناه ونفاجئ صباح اليوم وفضلنا بقى رايح جاي رايح جاي فوجئنا صباح اليوم بالرئاسه بتؤكد المسلماني بيؤكد حدوث هذه الزياره وان هم ايضا سيزوروا الكتاتني. ده حقيقة مشهد مخجل جدا، مخجل ان انت لو انت واثق مما تعمله، لو انت متأكد من آلياتك، لو انت شايف انه ما عندكش اي مشكلة في هذا الامر، انا ما قلتلكش اعلن قبلها لان ممكن يكون في اسباب امنية ممكن يكون لكن قلت لكن الحقيقة ان الدولة المصرية والحكومة المصرية ولم تاني ما بقول حكومة ما بقصدش حد معين اقصد كل الحكومة المصرية الادارة السياسية المصرية من في يدي الملف السياسي يطلع يقول لنا انه بالفعل عملنا 1 2 3 الزيارة دي كانت بإذن من النائب العام وحصل كذا وكذا وكذا وقعدت قد كده ودار فيها مدار وهذا هو خلاصة مدار وهو ده الكلام اللي اتكلمنا عليه وهذه أسباب الدولة المصرية لقبول هذه الزيارة. ده اللي احنا ننتظره وده اللي احنا هنحرص عليه ولما ما نحصلش عليه هنطلع ننتقد الحكومة المصرية أيا من كان على رأسها أيا من كان على رأسها الدولة المصرية أيا من كان على رأسها وعفوا مع احترامي لكل الجميع. هذا غير مقبول، غير مقبول أن أشعر أنا كمواطن أن هناك مؤامرات دولية تحاك على أرض بلدي من وراء ظهري. لا، خلص، إحنا كنا ضد نظام الإخوان لأنه نظام غير وطني، ولأنه نظام لا يعرف معنى الحدود وما لا يعرف معنى الوطن ولا يعرف معنى الأمن القومي ولا يعرف معنى الوطنية، ده نظام ولاء الأساسي لتنظيم دولي. ولاؤه الأساسي لفكرة وليس لوطن. مش مستعدين نقبل ده تاني. وأنا عارفة ومتأكدة أن الفريق السيسي هو رجل وطني لنهاية المطاف، لآخر لحظة. والحقيقة أن الحوار اللي كان في الواشنطن بوست مع لالي وهي صحفية أمريكية معروفة وأنا قابلتها لما كانت موجودة، هو حوار باهر. يعني ممتاز في كل التفاصيل وفي كل ما قاله. وبالتالي بأهيب بالفريق الأول إنه يكون حريصا جدا على ثقة الناس فيه وعلى حب الناس ليه وعلى إيمان الناس بوطنيته. وأنا عارفة إنه ممكن يتقال ما هو مش هو اللي خد القرار ده قرار اتاخد شراكة بين كل الناس. الحقيقة أن الناس لديها إدة تفويض معنوي للفريق السيسي، ما ادتش تفويض معنوي للدكتور ببلاوي، ما ادتش تفويض معنوي للدكتور البرادعي، هي التفويض كان للفريق السيسي والدولة. وبالتالي ربما يكون أكثر من يجب أن يخشى على هذا التفويض وعلى قلق الناس وعلى ثقة الناس هو الفريق السيسي. والحقيقة أنه عشان كده بوجه له رسالتي دي، أرجو أن تقلق على ثقة الناس والناس واثقة فيك للآخر، الناس بتحبك للآخر وإنت أول رجل من زمن طويل يترسم ويتزرع في قلوب المصريين. والغرب كده كده مش راضي عنا. الغرب كده كده مش هيغير فكرته. والغرب مهما ادينا له يريد ان يبقينا داخل الطوق، وانت قلت ذلك لما قلت في الحوار ان اوباما ادار ظهره للمصريين وسيبقى يدير ظهره للمصريين. الطريقه الوحيده اللي نجعلهم يتعاونوا معنا بشكل نحن نرضاه ان احنا نضع امرنا على الارض ونضع ارجلنا ونسير في خارطه الطريق كما نحن نريدها. لكن ان احنا نشعر
حتى ولو كان ده بحسن نية وأدرك أنه بحسن نية، وأنا لحد دلوقتي عندي حسن نية في هذه الدولة وفي هذه الحكومة، أن ندرك أو نشعر بقلق أن هناك مؤامرات وأن هناك مفاوضات على مائدة لا نراها، ويا ترى بيطلبوا إيه وبناخدوا إيه، ويطلع كلام بقى من عند الإخوان إنه أصل الدكتور مرسي يطلع في التلفزيون يعلن استقالته، وأصله هو هيعمل مش عارفة إيه، كل ده كلام لن نقبله. وإنه ويتردد كلام إنه هيبقى فيه عفو، ثم يذكر كلام على لسان الدكتور بردعي في الحوار للواشنطن بوست، وأنا قريت أو أنا سمعت حواره في الحياة، وقال إنه هو حر في الكلام، لكن يعني لالي قالت لي إن الكلام هو دقيق بنفس الدقة، إنه هو كلام إن موضوع مرسي على المائدة ده كلام غير مقبول، الشعب المصري لا يقبله. موضوع العفو ده نبقى نتكلم فيه بعدين، بعد ما نشوف فيه اتهامات ما فيش اتهامات، لكن يكون هذا ورقة على المائدة هذا غير مقبول، غير مقبول. مرة أخرى نستطيع أن نفهم إن إحنا مش عايزين خسائر، نستطيع أن نفهم إن الدولة لها طرقها، لا بنقول لكم إمتى ولا إزاي ولا فين، ولا بنقول لكم إن إحنا عايزين دم، بالعكس نتمنى ونهيب بالإخوان المسلمين ونهيب بشباب الجماعة مليون مرة إن هم يفضوا هذه الاعتصامات بالراحة، أو إن إحنا على فكرة ممكن أحد الأسباب إن إحنا نسيبهم كما هم كده زي ما هم في أماكنهم، وبس ما تطلعش مسيرات تقطع الطرق، ممكن نختار هذا البديل علشان وهم بقى يتلاشوا لوحديهم بقى، بس المهم ما تطلعش مسيرات تقطع الطرق. لكن أن تحاك مؤامرات أو يشعر المواطن المصري أن تفويضه قد استغل أو أسيء استغلاله لمفاوضات نحن لا نقبلها وزيارات مرفوضة تنتهك سيادتك الوطنية وتنتهك سيادتك على الأرض، هذا غير مقبول. التدخل الأجنبي ده غير مقبول ولن يقبله. أنا شخصيا بتكلم هذه المرة عن نفسي، أنا المواطن لميس علي الحديدي لا أقبل بالتفويض اللي أنا اديته للفريق السيسي أن يستخدم هذا لحياكة مؤامرات أو مفاوضات من وراء ظهرنا دون أن نعرف تفاصيلها. وعلى الدولة المصرية أن يكون لديها من الجرأة والشجاعة، لو مش على رأسها بطها، أنها تطلع وتقول تفاصيل هذا بشفافية وبدقة، وأنها هي اللي تبادر أن تطمئن مواطنيها وتقول لهم الحقيقة، مش يعرفوها من الوزير القطري أو قناة الجزيرة أو الأناضول. يسري البدري رئيس قسم الحوادث بجريدة المصري، يوم مساء الخير يا يسري. زلميس مساء الخير. لو تقولي إيه تفاصيل الزيارة بالأمس، إيه اللي حصل وليه الداخلية نفت في البداية؟ والله هو بالمشهد بالأمس كان مشهد ضبابي من وزارة الداخلية، كان النفي في الساعة 12 مساء أنه ما فيش أي زيارة، وأنه الداخلية لم تختر بأي زيارة لأي وفد أجنبي أو وفد عربي لقطاع السجون. بعد دقائق من الساعة 12 اكتشفنا انه في وفد يضم نائب وزير الخارجية ووزير خارجية قطر والامارات وممثل الاتحاد الاوروبي، زاروا بالفعل المهندس خيرت الشاطر داخل مكتب مأمور سجن العقرب، وزيارة استمرت لمدة 60 دقيقة كاملة، بدأت منذ الساعة 12 واستمرت حتى الساعة 1 من صباح اليوم. هذه الزيارة الغريبة قيل عنها أنها حصل هذا الوفد على تصريح من النائب العام للقاء نائب المرشد للتوصل إلى صيغة لإنهاء الأزمة الموجودة وإنهاء اعتصامي ربعة ونهضة مصر. تفاصيل الزيارة اللي احنا نشرينها بكرة في جريدة مصر اليوم أن السيد خيرت الشاطر كان بادئ عليه الانفعال، وصف أنه في ملاحقات وصفها بالتفصيل من جانب الجهات القضائية ومن جانب القائمين على الدولة المصرية لأعضاء جماعة الحرية والعدالة، وطلب وجود ضمانات لجماعة الإخوان المسلمين للانخراط في المجتمع ودخول الانتخابات المقبلة. هذه هي التفاصيل وفقا لمصادر أمنية حضرت هذه الزيارة، إلا أن الشاطر لم يقدم أي تعهدات بفض اعتصامي النهضة وربعة مصر ونهضة مصر ربع ونهضة مصر، وطلب من الوفد لقاء رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الذي وصفه بالرئيس الشرعي للبلاد. أيضا كان هناك تفاوض من جانب وزير الخارجية القطري مع المهندس خيرت الشاطر،
اثناء هذا اللقاء الذي استمر لمده ساعه في منطقه سجون طرابه، بموجبه لم نستطيع التاكد لماذا انفرد وزير الخارجيه القطري بالمهندس خير الشاطر لمده 5 دقائق داخل السجن، ولماذا لم تعلن الدوله المصريه اي في اي مؤسسه عن تفاصيل هذه الزياره. لا معلش لازم نقف هنا معلش يا يسري، يعني انت بتقول لي ان خلال هذه الزياره انفرد وزير الخارجيه القطري العطيه بخيره الشاطر لخمس دقائق لوحدهم. هو كان في اجتماع، اللقاء تم في مكتب المأمور، كل المشاركين حضروا فيه، لكن عقب انتهاء اللقاء جلس منفردا وزير الخارجيه القطري خيره الشاطر. لا نعرف ما سر وجود دولة قطر في هذه الزيارة، دولة الإمارات تحديدا. هذا الوفد استمر لمدة ساعة كاملة داخل هذا السجن، خرج ولم تعلن الداخلية المصرية عن تفاصيل هذه الزيارة، ولم تعلن مؤسسة الرئاسة عن سبب هذه الزيارة. ليه الداخلية نفت يا يسري في البداية؟ هو في الداخلية، أنا سألت المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، قال إن إحنا ما كانش جالنا اختار رسمي من النيابه العامه بالزياره، ولما جه اختار رسمي بالزياره كان ان هو اصدر قرار بالنفي، يعني هو طلع نفي قبل ما يجيله قرار النائب العام. طيب بعد كده ليه ما خرجش يقول انه الحقيقه الان هذه الزياره تتم الان؟ لا هو بالفعل انا تحدثت مع اللواء محمد ابراهيم صباح اليوم واعترف ان هذه الزياره بتصريح من النائب العام، وان الخيار لصد الاعتصام بالقوه غير مطروح في ذلك الوقت، وانه سيكون الخيار الأخير، خاصة أن وزارة الداخلية أعدت خطة وعرضتها على مجلس الدفاع الوطني، وأن هذه الزيارة في محاولة لاحتواء الأزمة بالطريقة الدبلوماسية التي تبناها الرئاسة. طيب. هذا هو نص. هل معلوماتك بتقول أن الوفد في زيارة لكتتني الآن؟ لأن هناك أيضا معلومات متضاربة. بالفعل على لسان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، ده قال الكلام ده الصبح. اعترف رسميا أن هناك زيارة لنائب وزير الخارجية للسيد سعد الكتتني في سجن العقرب، لكن حتى هذه اللحظه لم تتم هذه الزياره، وتردد ان الوفد سيلتقي ايضا المرشد العام الدكتور محمد بديع اليوم، لكن حتى هذه اللحظه لا توجد اي وسيله او اي مصدر رسمي يؤكد ان هذه الزياره تمت او لم تتم حتى هذه اللحظه. بشكرك يسري بدري رئيس قسم الحوادث بجريده مصر يوم. بالنسبه لموضوع المرشد، انا معلوماتي ان المرشد اعتذر او رفض هذا اللقاء، لانه طبعا انتوا عارفين المرشد يعني هارب او مستخبي في منطقه رابعه. احنا عندنا في عدد من الرجال الاقوياء في جماعه الاخوان، محمود عزت اللي غالبا هارب خارج مصر، المرشد وهو دلائم مختبئ داخل رابعه، واي خروج ليه هو قلق من ان هو طبعا عليه ضبط احضار وان هو يتم القبض عليه، وبالتالي ذهبوا الى خيره الشاطر. والحقيقه بس انا عندي ملحوظ قبل ما اخد اتصال الاستاذ احمد بقى شعبان، انه يعني الاجانب لما كانوا بيجوا مصر في الفتره السنة الكبيسة اللي حكمنا فيها مرسي، كانوا بيجوا أول ناس بيذهبوا قبل حتى ما يقابلوا مرسي، كانوا بيقابلوا مرسي ويروحوا يقابلوا خيرة الشاطر، يذهبوا إلى المرشد وخيرة الشاطر. الآن أيضا، الآن، ودي الحقيقة اللي فيها زي ما سميه بارادوكس، عجوبة، ناس مش فاهمة إن الثورة قامت وإنه في ملايين نزلت الشوارع تقول لا مش هنقبل ده، برضو بينزلوا عشان يقابلوا الرئيس مستشار عدلي منصور، ويقابلوا دكتور البرادعي، ويقابلوا الفريق السيسي، ويروحوا برضو يقابلوا خيرة الشاطر ويقابلوا مرسي. مش علامة استفهام نضعها برضو في هذا الأمر؟ مهندس احمد بقى شعبان المنسق العام للجمعيه الوطنيه للتغيير، مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور يا استاذ الامير. يعني كيف تشعر وايه رد فعلك لهذه؟ والله انا الحقيقه بشعر باستياء بالغ ودهشه كبيره جدا من هذا العبث الذي يطال الثوره والشعب ومستقبل هذا الوطن في هذه اللحظات الحرجه من حياته. يعني انا ما شفتش الحقيقه ثوره في الدنيا يعني تنتهي إلى تدليل الخصوم السياسيين والأعداء للثورة والذين قتلوا ولو تلوثت أيديهم بالدماء وتخبروا مع جهات أجنبية، وإحنا بنفتح لهم باب اللقاء. كل يعني اللي جايين، الأخ اللي جاي من قطر ده، قطر عدوة للثورة وعدوة للشعب، ولذلك قناة الجزيرة ليل نهار بتحرض على الفتنة والقتل والتدمير والتخريب، وبنستقبله ونفتح له السجون حتى يلتقي بناس متهمة بجرائم جنائية، جرائم قتل وتعذيب وجثث بنلاقيها في
صفحات صفائح القمامة يعني إهدار دماء المعارضين وتهريب من السجون وتعامل مع جهات أجنبية. أنا الحقيقة بعتبر إن ده يعني تصرف مضاد للثورة بشكل كامل، وأعتقد إن أي مواطن الآن وهو يسمع هذه الأخبار يغلي من الغضب. وأنا أحذر الحقيقة إنه الذين يتلاعبون بمصير الثورة يتصورون أنهم خدوا تفويض عشان يبيعوا الثورة وعشان يقدروا تضحيات وجهود الشعب المصري واهمون، لانه الشعب المصري ما اداش تفويض لحد من اجل العبث بمصير الثوره ومن اجل فتح ابواب السجون لاعداء الشعب ومن اجل البحث عن مخارج تنقذهم من التهم التي يعني ارتكبوها، وبموجبها سيحاكموا ويعاقبوا عقابا عسيرا. طيب استاذ بهاء، انا يعني وجهه النظر الاخرى التي ربما تكون لدى الدوله انه احنا بندي كل الفرص للمبادرات الدوليه كي اولا يعني يكون هذا الفض سلمي، ما يكون اقل الخسائر، ويكون نقول ايه عدنا العيب وازح يعني زي ما بيقول. استاذ رميس، هؤلاء مجموعه من المجرمين والقتله، ويعني بؤره ربع العدويه تحولت الى بؤرة صديدية يعني تثير الجسد المصري ويعني تنشر السموم في الدم المصري. أنا بعتقد أنه الحسم هو الشكل الوحيد للتعامل مع هذه البؤرة العفنة، وكل تنازل يقدم سندفع ثمنه في المستقبل من دماء المصريين ومن استقرار هذا الوطن وانتصار ثورته. ما يحدث الحقيقة يعني يدمر فرص بناء واستقرار هذا الوطن، لان احنا بندي فرصة استطالة امد تصفية هذه البؤرة العفنة، بتدي فرصة لجماعة الاخوان المسلمين لكي تجمع قواها. الان هم يتحدثون عن عودة مرسي وعن عودة الاخوان، ولم يقدموا اي تنازل على الاطلاق، ولم يصدر عن اي واحد منهم يعني كلمة واحدة تقول انهم سيقبلوا بالامر الواقع. وانا بعتقد ان هذا الامر الذي يتم الآن يعني يضر ضرر جسيم بالثورة ويضر ضرر جسيم بمستقبل البلد. وأنا مش متصور أبدا أن ثورة قامت بهذه العظمة وهذا الجبروت تنتهي بأن تفتح السجون لممثلي أعداء الشعب عشان يقابلوا خير. مين هو خير الشاطر؟ خير الشاطر مسجون بتهم جنائية وسيعاقب عليها. مين هو الكتاتني؟ مين هو محمد مرسي؟ محمد مرسي هرب من السجن بتآمر مع قوة أجنبية ومتهم بالخيانة العظمى. أنا ما فهمش الحقيقة بعد كل هذه التهم التي وجهت نفتح لهم السجون والمعتقلات حتى يدللوا بهذا الشكل. لابد من الفهم أن هذا الأمر يمس السيادة الوطنية ويهين الثورة والشعب ويفتح الباب أمام يعني خسائر جسيمة ومخاطر هائلة يعني تحيط بالثورة. أنا الحقيقة لم يعد أمامي إلا أن أنا أناشد الشعب المصري أن ينتبه لما يحدث وأن يكون يقظا وأن يستعد للنزول للدفاع عن ثورته إذا حس أن فعلا أنها تسرق منه مرة ثانية كما سرقت المرة الأولى. أنا بشكرك الحقيقة وبضم صوتي ليك أستاذ أحمد بهاء شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير. هعود لهذه القضية ونسمع وجهات نظركم ونسمع آراء أخرى، لكن النهاردة في يعني 19 عاصمة سواء في الشرق الأوسط أو الشرق الأدنى أغلقت السفارة الأمريكية أبوابها، سفارة وقنصلية أمريكية في الشرق الأوسط وإفريقيا والشرق الأدنى بسبب تهديدات للقاعدة. نحاول نتعرف عن شكل هذه التهديدات وعلى شكل هذه التهديدات، ومعي على الهاتف من واشنطن السيد راين كليها المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية. سيد راين مساء الخير. مساء النور. يعني ما هو سبب إغلاق هذا العدد الكبير من السفارات والقنصليات الأمريكية حول العواصم الشرق أوسطية والإفريقية؟ يوم السبت الماضي وزارة الخارجية الأمريكية أمرت بعض المقرات الدبلوماسية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط أن تغلق أبوابها لمدة مؤقتة من يوم يومين حتى نهاية الأسبوع الجاي. وهذا الأمر كان منبثق من التحديدات اللي استلمت وزارة الخارجية من بعض المعلومات الموجودة عبر قنوات استخبارية. ونحن أول مسؤولية للسفارات والمقرات الدبلوماسية هي الأمن ولرعاية الولايات المتحدة في هذه البلدان. فكان من المهم أن نطبق أعلى درجات الاحتراس لتعامل
هذه النوع من التهديدات. ف يوم البارح يوم البارحة قد أمرت الخارجية الأمريكية مرة ثانية تمديد إغلاق مدة إغلاق بعض السفارات في منطقة الشرق الأوسط. كما تعرفون كما يعرف المشاهد أنه نحن في نهاية شهر رمضان المبارك، وفي بعض البلدان اللي تقع فيها هذه السفارات يعني كان من التقاليد المحلية أن تغلق السفارات خلال عيد الفطر. فكان مع يعني مع تطبيق أعلى درجات الاحتراس قد تم القرار لإغلاق السفارات لمدة أطول من هذه اليومين، وقد تم تمديد هذه التمديدات حتى نهاية هذا الأسبوع. يعني ما هو شكل هذه التهديدات؟ ما هو نوعها؟ هل هي تهديدات من القاعدة؟ هناك أنباء صحفية تتحدث عن أن يعني مصدر هذه التهديدات يأتي من اليمن ومن تنظيم القاعدة الموجود في شبه الجزيرة العربية. ما دقة هذه المعلومات؟ ولن أتدخل بتفاصيل هذه التهديدات، بس كنا نعلن يعني يوم السبت أنه مصدر هذا التحذير كان أو هذا التهديد كان من شبه الجزيرة العربية. ولا أريد أن أتكاهن في يعني تفاصيل هذا التهديد بالذات، بس من المعروف أن هناك تنظيمات إرهابية موجودة في شبه الجزيرة العربية تريد أن تهاجم مصالح أمريكية. هذا يعني لماذا تم مد الإغلاق؟ يعني كان المفروض أن الإغلاق لعدة أيام ثم أو ربما ليوم واحد ثم تم مده عدة أيام. هل هذا يعني أن هناك تهديدات جديدة أو معلومات أخرى لديكم؟ ليس هناك أي تهديدات جديدة. أنه نحن قد تم تمديد مدة الإغلاق بسبب كان من المخطط لمعظم هذه السفارات والقنصليات أن تكون مغلقة خلال عيد الفطر. فكان مثل ما قلت يعني مع تطبيق على درجة الاحتراس أنا قررنا أن نمدد مدة الإغلاق. هل يعني بمناسبة الأمور في مصر، هل طلبتم من السلطات المصرية تحصينات أمنية زيادة، أو مثلا زيادة في الاحترازات الأمنية، أو زيادة في التواجد الأمني حول السفارة الأمريكية، خاصة مع تزايد موجات الغضب من جماعة الإخوان، مطالبات بحصار السفارة والتظاهرات أمام السفارة؟ هل طلبتم هذا من السلطات المصرية؟ ولن أتدخل بكل الإجراءات الاحترازية اللي نقوم بها في يعني كل بلد، ولكن نقدر كل الجهود الدؤوبة اللي تقوم بها الحكومات المستضيفة لنا بالمنطقة. إذن تعود السفارات الأمريكية للعمل إمتى يا فندم؟ يعني متى اليوم عودة السفارات الأمريكية للعالم حول 19 سفارة وقنصلية؟ مدة الإغلاق قد امتدت ليوم السبت الجاي، فإن شاء الله سوف نعيد النظر يوميا لهذا القرار، وسوف نعيد النظر في يوم السبت الجاي إذا سوف نفتح الأبواب سفاراتنا بالمنطقة. هل اتخذت الإدارة الأمريكية قرارا نهائيا بشأن من يعني إذا كانت السفيرة سيتم تغييرها، هناك سفيرة جديدة أو سفير جديد لمصر لواشنطن في القاهرة؟ هل لديكم معلومات حول ذلك؟ يعني هناك إشاعات عديدة حول هذا الموضوع، وليس لدينا أي معلومات جديدة حول ذلك الموضوع. أنا بشكرك سيد راين كليها المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية. زي ما أنتم شايفين أنا الحقيقة لم أسأله عن زيارة بيرنز، لأن إحنا الحقيقة طلبنا يعني إن إحنا نسأله حول بيرنز وحول الزيارة، لكن هو قال لنا من الأول إن هو لن يتحدث في هذه القضية، وإن هو يعني سيتحدث فقط عن موضوع السفارات المغلقة والتي امتد الإغلاق بها اليوم ل 19 سفارة وقنصلية حول منطقة الشرق الأوسط. الأستاذ عبد الرحيم علي الباحث في شؤون الطيارات والجماعات الإسلامية، أستاذ عبد الرحيم، هل لي هذا الإغلاق أي علاقة بجماعة الإخوان المسلمين؟ يعني هل خروج جماعة الإخوان المسلمين من الحكم في مصر ربما يكون سبب مباشر أو غير مباشر وراء هذه التهديدات، تهديدات القاعدة للسفارات الأمريكية حول هذه الأماكن؟ طب خليني بس والنبي قبل ما جاوب على سؤالك يا أستاذة لميس أوجه نداء للسيد محمد إبراهيم وزير الداخلية، لأن إخواننا المسيحيين في المنيا وتحديدا في قرية بن أحمد بيتعرضوا لهجوم شرس بتحريض من قادة الجماعة الإسلامية والجناح العسكري اللي عاد للعمل تاني وانطلق من
المنيا ومناطق الصعيد. هناك قدينا يومين النهاردة الناس بتستغيث بوزارة الداخلية دون رد، والكنائس تحرق وتعلق عليها أعلام تنظيم القاعدة، المسيحيين يرهبون كل يوم، سبقها أسوان قتل 5 وسبقها المنيا قبل كده. يعني لا يجوز استخدام ورقة الأقباط في اللعبة السياسية بين جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها من الجماعة الإسلامية وحزب الوسط وبين الحكومة. هذا عار على كل من يستخدم هذه الورقة، وعار على الحكومة الحالية أن تظل مكتوفة الأيدي لا تنظر لهؤلاء الناس. ونتحدث دائما عن أن الدم المصري كله حرام، ويخرج علينا الأخ البرادعي والأخ حمدين والأخ رئيس الوزراء والأخ رئيس الجمهورية والأخ وزير الدفاع، وجميعهم يتحدثون عن الدم المصري ومحاولة التوصل إلى حلول سلمية لمنع سفك الدماء في الوقت الذي تسفك فيه الدماء. نعم. وكأن هذه الدماء ليست مصرية، ودي الحقيقة قضية احنا هنتابعها يعني بعد قليل، يكون معنا مراسلنا من هناك وحنعرف تفاصيل. وأنا بالفعل هذه قضية وكنا هناك، مراسلنا كان هناك وصور لنا بعض التقارير من هناك. أرجوك من فضلك. لا احنا اهتمينا على طول من أول ما اندلع الأحداث. لديها إلا الله سبحانه وتعالى والإعلام المصري طبعا، وعلينا أن نقف بشدة في وجه كل هذا الترهيب الذي يتعرض له إخواننا المسيحيين في كل مكان على أرض المحروسة باستخدامهم كدروع بشرية في صراع الإخوان وحلفائهم معنا. طيب نرجع بقى لقضية نرجع للسؤال بتاع حضرتك. أولا أنت عارفة أنه في الأعياد وخاصة عيد الفطر المبارك في الدول الإسلامية والدول العربية اللي هي معظمها كائن في الشرق الأوسط، بيتم نوع من انواع الهدوء الامني او يعني الاسترخاء الامني. بعض انت عارف حتى الضباط بياخدوا اجازات والناس بتاخد اجازات، فبيتم نوع من الاسترخاء الامني. هذا الاسترخاء الامني مع وجود شحذ قوي جدا من جماعه الاخوان المسلمين في كل هذه البلدان بالتوافق مع حلفائهم، لانه النهارده حتى تنظيم القاعده ينظر الى ما حدث لمرسي في مصر على انه موجه للاسلام كما روجت جماعه الاخوان المسلمين في الاعلام الغربي وفي الاعلام المحلي، وكما روجت ايضا ابواق الاعلاميه لجماعه الاخوان المسلمين ان امريكا وراء ذلك، لانه لولا امريكا كما قالوا لم يكن للجيش المصري لولا خد ضوء اخضر، لولا انحاز للناس يوم 30 وعادوا مرة أخرى لفكرة محاربة العدو البعيد والعدو القريب، وهي فكرة محاربة حلف الأعداء. إذا كان هناك عدو بعيد اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية يدعم ما أسموه وما أطلقوا عليه ظلما وزورا وبهتانا انقلاب عسكري، وهم شايفين قدامهم 40 مليون مصري في الشوارع، وبالتالي يجب أن تذوق أمريكا حجم ما فعلته. طيب. وهي عدم الانحياز بقوة السلاح مع مرسي وأعوانه وجماعة الإخوان المسلمين، وأنه الضغط على أمريكا بهذا الإرهاب وهذا التخويف يمكن أن يؤتي ثماره، وبالفعل هو يؤتي ثماره. ده اللي أنا عايز أقوله، أنا عايز أربط ما بين هذه التهديدات وبين حديث الصفقات بصراحة. بالضبط كده يا فندم. وهو ما يؤتي ثماره الآن. والحقيقة أنا يعني بأسف وبعتذر للشعب المصري على أننا يوما ما تحدثنا بقوة عن للأسف الشديد بعض الناس النهاردة، وبرغم هذا التفويض الكبير الذي خرج 33 مليون مصري يفوضون الفريق أول عبد الفتاح السيسي لإنهاء ظواهر الإرهاب الموجودة داخل الأراضي المصرية، لم نكن يا سيادة الفريق نفوضك لكي تنهي الإرهاب في سيناء. سيناء مسؤوليتك ومسؤولية جهاز الأمن المصري، فوضناك لكي تنهي هذا الإرهاب الذي تقوم به جماعة الإخوان المسلمين في رابعة وفي النهضة وفي كل مناحي الحياة المدنية داخل مصر. أن تنقلب المسألة، لم نفوضك ولم نفوض رئيس الوزراء ولم نفوض الرئيس المؤقت عدلي منصور ولم نفوض رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية محمد البرادعي للتفاوض، انه يبعث مسؤولين غربيين داخل السجن ليقابلوا خيرة الشاطر ثم يتفاوضوا معه على دم المصريين وعلى جثثهم وعلى امالهم
وعلى طموحاتهم للدرجة اللي وصلت رسالة النهاردة للرابعة العدوية والنهضة انه بدأ التفاوض اصمدوا ها اصمدوا وزيدوا من تسليحكم وزيدوا من صمودكم لان الفرج قريب، فقد باتت الدولة الرخوة بالنص كده تتفاوض معنا عبر العناصر الغربية. نحن وبوضوح، والشعب المصري مش هيرحم حد، كل اللي خرجوا يوم 26 عشان يفوضوا الفريق اول عبد الفتاح السيسي مستعدين للخروج على الفريق عبد الفتاح السيسي وعلى اي حد يخون هذا الشعب ويخون دماؤه على البرادعي، على رئيس عدل منصور، على رئيس الوزراء، على محمد ابراهيم، على الجميع. لن نفاوض على الدم المصري امام الاتحاديه وامام مكتب الارشاد، لن نفاوض على من تجسس ضد الدوله المصريه، لن نفاوض على الامن القومي المصري. ارجوكم لا تجعلوا الشعب يغضب، فغضبت المصريين قد جربتموها الف مره، وما تسعون اليه مع جماعه الخمسين لحقن الدماء سيزيد الدماء وسيزيد سيل الدماء في مصر اذا واجهتم غضبه هذا الشعب الذي بحثتم عليه وخدعتموه وقلتم له خرجوا في الشوارع، فخرج 33 مليون مصري، والان تدورين لهم زاركم وتتوجهون الى قبله امريكا لعمل صفقه كبرى مع الاخوان. هذا مرفوض، نحذر منه وسنظل نحذر حتى نراه رؤيا العيان باعيننا، فسننزل الى الشوارع، سنتصدى له بكل قوه حتى لو كلفنا ذلك حياتنا. بشكرك استاذ عبد الرحيم علي، الباحث في شؤون الجماعات الاسلاميه، ومع ايضا دكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الاوسط للدراسات الاستراتيجيه. دكتور غطاس، هل نحن في حديث الصفقات ام اننا ربما في النزع الاخير، محاولات اخيره لاعطاء الحلول السلميه، لاعطاء الغرب فرصه للحديث مع حليفه؟ ما هو الاخوان دول حليف الغرب، وبالتالي اعطاء الغرب فرصه اخيره للحديث مع حليفه من جماعه حلفائه من جماعه الاخوان للخروج من هذا المازق والابقاء على الاخوان داخل اللعبه السياسيه. احنا فين بالظبط يا دكتور سمير بعد هذه الزياره المشؤومه لخيرت الشاطر في محبسه؟ يعني الاحتمالين قائمين يا استاذه لميس. الحكومه والجيش يقولون انه نحن نستنفذ كل الفرص وتعطى امام العالم الغربي الذي ياتي الان لانقاذ حليفه الاساسي في الداخل هو جماعه الاخوان المسلمين، وبعدها سوف يعني يتم اتخاذ قرار حاسم بشان ما يحدث في الشارع المصري. لكن حتى لا نترك الامور يعني تمر بين احتمالين، هذا الاحتمال او ذاك الاحتمال، علينا ان نعدل موازين القوه اولا. تعديل موازين القوه اولا يبدا بتكييف الوضع القانوني للرئيس السابق محمد مرسي. ليس من المعقول او المقبول ان يكون هناك تهم موجهه له وهو ما يزال موجودا في فيلا او في مكان يقال انه امن الى اخر هذه. هو ليس اعز من المرشد السابق او من نائب المرشد او من نوابه او كذا، وبالقانون وتهما موجهه له قبل 30/6، يعني لا يستطيع شخص ما في العالم كله، لا اوباما ولا الاتحاد الاوروبي ولا اي مسؤول دولي يحاجج المصريين في ان هناك تهمه وجهت لهذا الرئيس السابق في فتره حكمه وليس بعد خلعه او يعني التخلص منه. هناك تهمتين على الاقل وجهتهم النيابه، التخابر، فتح السجون بالقوه، قتل ضباط وجنود، وهناك تهمه اهانه القضاء، الى جانب طبعا التهم المتعلقه باستشهاد المصريين وقتلهم الى اخر ذلك. العامل الاول الذي يجب التصرف فيه بسرعه حتى لا يبقى لدى الاخرين والجماعه يعني امل في انه يوم الحد سيخرج ولا يوم الحد سيكون بين الى ذلك. الامر هو متهم او بريء يحال الى القضاء والى محبسه، والنيابه تتخذ قرارات بتمديد او الافراج او الاحاله كما يراه القضاء مناسبا. دي نمره واحد. نمره اثنين، يجب تعديل ميزان الاستراتيجي، يجب الا نترك لا الحكومه ولا الجيش فقط في امام هذه الموجه العاتيه
من الزعف الذي لا ينقطع من الغرب. الولايات المتحدة الأمريكية نفسها تحضر، نائب وزير الخارجية، وعندنا اثنين أيضا من أعضاء الكونجرس. ده زيارة بيرنز تم مدها، والخارجية الأمريكية قالت إن هو باقٍ قاعد معانا والكونجرس ماكين ولينزي جرايم. أيوه. هو جون ماكين طبعا. جون ماكين كما هو معروف هو عراب العلاقة بين الإخوان وبين الإدارة الأمريكية، وليتذكر المصريين أنه هو الذي تقدم بالشكر لجماعة الإخوان المسلمين على تهريب 14 مواطن أمريكي، أدانهم القضاء وتم بالفعل تسفيرهم في طيارة خاصة إلى قبرص ومنها إلى أمريكا، لأنه رئيس الآي آر آي أو الإن زي آي على ما أعتقد. نعم. وبالتالي فإحنا لدينا ضغط من جهة واحدة تتعرض له المؤسسة العسكرية وتتعرض له هذه الحكومة، ويجب أن يحدث توازن استراتيجي. وأنا هنا أتحدث للدكتور نبيل فهمي. يا دكتور نبيل فهمي، إقامة هذا التوازن الاستراتيجي ليس مسألة عسيرة ولا صعبة، عليك من الآن وفورا أن تفتح خطا ساخنا وفوريا مع قوة توازي وتعادل هذا الضغط الغربي. هناك روسيا الاتحادية، وهناك الصين، وهناك الهند، وهناك البرازيل، وهي قوة كفيلة بأن تقيم توازنا استراتيجيا مع الضغط الذي تتعرضون له، إذا كنتم تتعرضون لضغط، ولا نترككم وحدكم لهذا الضغط. وبالتالي على الخارجية المصرية ألا تنهمك فقط في هذه الاستقبالات والرد على الجماعة والمصورة والانقلاب. على الخارجية المصرية والدكتور البرادعي أيضا، هو نائب رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية، والدكتور البرادعي باعتباره نائبا للرئيس للشؤون الخارجية، هو اختيارات أحادية الجانب وجهته فقط تجاه الولايات المتحدة والغرب. هناك قوة في العالم أثبتت أنها قادرة أن تقيم توازنا استراتيجيا وأن تمنع الضغوطات الأمريكية والأوروبية، ونجحت بالفعل، نجح روسيا الاتحادية وبعض حلفائها في وقف هذه الضغوطات. وبالتالي علينا بتعديل موازين القوة، وحتى يخرج القرار المصري صافيا ولا وغير متأثرا بهذه الضغوطات، عليه أن يقيم هذا التوازن الاستراتيجي مع هذه الدول. النقطة الثالثة والأخيرة هي الشعب المصري، هذا الشعب الذي يجب أن يبدأ من الغد في ضغط مماثل يعادل الضغط الذي يمارس عليه من الرابعة العدوية ومن النهضة. هذا الضغط لا يقول به يعني يمارس ضغطا عليهم، ولكن يمارس ضغطا لصالحهم، أنهم يجب أن يستندوا إلى إرادة شعبية، هذه الإرادة الشعبية تحبط كل المشاريع التي تحاول أن تعيد الجماعة مرة أخرى إلى المشهد السياسي، متغاضين عن كل الجرائم التي يعني ارتكبوها بحق الشعب من قتل ونهب ومحاولة بيع الأراضي وبيع أصول الدولة والتفريط في ممتلكات الشعب إلى آخره. يجب أن تكون هناك وقفة شعبية حقيقية، ليست غاضبة على المجلس ولكن مساندة لموقفه في مواجهة الضغوطات التي تمارس عليه. يجب أن نترك الجيش ونترك الحكومة، ويجب على القوى المترددة داخل الحكومة وداخل صف الشارع المصري يعني إنهاء حالة التردد والأيادي المرتعشة وحسم موقفها في صالح الشعب. هذا لن يتأدى إلا بالإجراءات التي طرحتها. نعم، أشكرك دكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. إذن إحنا بنتكلم عن أمر واضح، حديث الصفقات مرفوض، عايزين شفافية ندرك فيها إيه اللي بيحصل، والضغط الغربي اللي هو يعني إحنا عندنا الغرب كله مركز هنا في أكبر قوى استخباراتية في العالم أعدلنا مركز لنا. النهاردة في بيرنز موجود في القاهرة ومد زيارته، اتنين من أعضاء الكونجرس الأمريكي موجودين، ماكين ولينزي جرام، يا ترى هيطلبوا يقابلوا مرسي ولا خيرت الشاطر ولا مين النهاردة ولا بديع ولا إيه بالظبط. والحقيقة إن دي أمور غير مقبولة. هؤلاء يتفاوضون نيابة عن الإخوان، هؤلاء هم حلفاء الإخوان، وعايزين الإدارة المصرية تدرك ده، وهي أكيد مدركة ده. لما الفريق السيسي قال إنه أوباما أدار ظهره للمصريين، هو يدرك أيضا إن مصلحة أوباما ومصلحة الإدارة الأمريكية كانت في الأساس مع نظام الإخوان، هذه مصلحة أساسية، هذا هو النظام الذي وقع ضامنا على حماس أنها لن تطلق رصاصة واحدة من غزة، هذا هو النظام التابع المستعد إن هو جزء من سيناء بقى، التسوية السلمية زي ما أنتم شايفين مهم نضمن أمن إسرائيل، ده نظام الإخوان. وبالتالي
الفزع الغربي الموجود دلوقتي أنك كسرت القيد وأنك كسرت سلاسله وإنك كشعب مستعد تقف وبتقول لا معونة تفرق معايا ولا قوة غربية تفرق معايا وأنا واقف ورا الجيش المصري. الخوف هنا هو اهتزاز هذه الثقة، وخلي بالك إن هم أيضا يرفضون هذه العلاقة الحميمة بين الشعب وبين الجيش، وعشان كده دايما فزعهم الأساسي أن يتحول الفريق السيسي للزعيم عبد الناصر مرة أخرى. هناك فزع في هذا الأمر، وبالتالي هو مرعوب من فكرة حميمية هذه العلاقة بين الشعب وبين الجيش ويريد فصمها. كل هذه الإجراءات التي تسير في الظلام هي إجراءات تحدث هذه أو تفصم لا قدر الله هذه اللحمة، وإجراءات تدعو إلى فتور هذه العلاقة لا قدر الله. لا نريد لهذه العلاقة أن تفتر، ولا نريد لا نريد لهذه اللحمة أن تفتر أو أن تفصم في أي يوم من الأيام. ولذلك نحذر كل ده، هم بيشتروا وقت وإحنا بنضيع وقت. الدكتور محمد غنيم القيادي بجبهة الإنقاذ، مساء الخير يا دكتور. والله أنا مش في جبهة الإنقاذ يا طيب لأ. أنا آسفة والله، معلش ما تقلقش، مش مشكلة دكتور محمد غنيم، ومش محتاجة مغرد حر كده ومش محتاجة يعني أقول حاجات كتيرة يعني يا دكتور، يعني كيف ترى المشهد؟ هناك غضب من هذه الزيارة، زيارة الشاطر في محبسه، وهناك رأي آخر من الدولة يقول أننا نستنفذ كل المفاوضات السياسية، نستنفذ كل الطرق السلمية والكلام الغربي يعني والادوات الغربيه. زيارات السجون وخلافه هي بتعكس هي الزيارات المتعدده من رموز سياسيه قادمه بشكل اساسي من الغرب، وعلى الخصوص من الولايات المتحده. الولايات المتحده فيما يبدو واهتمامها البالغ بالشان المصري حاليا بيعكس حاجه كان بتتقال لكن فيما يبدو انها حقيقه بالغه الصدق، ان كان هناك مشروعا امريكيا ينفذ مع جماعة الإخوان المسلمين. هو إيه ما نعرفش بالضبط، لكن كان هناك مشروعا وتواؤما وتوافقا، وهذا المشروع الآن يترنح بعد ثورة 30 يونيو أو بعد الموجة الثانية للثورة في 30 يونيو. الولايات المتحدة بتحاول على قد ما تقدر أن هي ترمم الموضوع وتحقق أقل خسائر، تمام. فهذه الزيارات المتعددة تمارس ضغطا على الحكومة المصرية، تمارس ضغطا على الجيش المصري، ونحن نؤكد أن الشعب المصري في مجموعه إلا قليلا الشعب المصري نزل في 30 يونيو و26 يوليو هو مع تغيير النظام السابق وإقامة دولة الحريات والتعددية وتداول السلطة والعدالة الاجتماعية، وأهم من هذا وذاك حرية القرار الوطني المصري المسؤول. كل ده هي اسباب النزول الى الشارع، والناس الشارع ممكن تنزل تاني لتؤكد هذه المعاني، تمام. فاحنا نرجو بقى من الحكومه بقى ان هي تاخذ موقفا واضحا في شفافيه. الحاله الثوريه تقتضي وتؤكد وتحتم ضروره الشفافيه مع الناس اللي نزلت في مرتين في شكل غير مسبوق، نعرف ايه اللي بيحصل بالظبط وماهية هذه الضغوط وماهية هذه المفاوضات، اذا كانت هناك مفاوضات، وهل هناك المفاوضات تعني ان هناك طرفين، يعني تعني ان هناك قدرا من التكافؤ، وهو امر غير صحيح بالظبط. فده ناحية. الناحية الثانية التفاوض، الحكومة المصرية راغبة في المصالحة وفي عودة الأمن وفك الاعتصامات، الجانب الآخر غير راغب في هذا الشأن وبيصعد باستمرار من سقف مطالبه نتيجة طول المدة من جانب الفوز في معركة الدعاية في الخارج، نمرة ثلاثة هذه الوفود المتتالية اللي جاية بتدعم الحالة المعنوية للمعتصمين، والمعتصمين مش في حالة سلمية التي الناس بتخرج تعمل اللي هي عاوزاه، تحاصر مدينه الانتاج وبعدين ترجع تاني، بتعمل استحكامات من الاسمنت والحديد وخلافه، نعم. في اسلحه بتخش، اطفال بتخش، ونطلق على ذلك اعتصام سلمي. ما هوش اعتصام سلمي. بنقول للحكومه ان صبر الشارع قد قارب على النفاذ. نعم اشكرك. قارب على النفاذ، يشوفوا لهم يشوفوا لهم حل. نعم يشوفوا لهم حل.
احنا فوضنا هذه الحكومه ها مظبوط، وان احنا قدمنا الدعم المعنوي الكافي يوم 26 يوليو. مش ممكن حد ينزل اكتر من كده، ننزل تاني مفيش مانع، بس النزله التانيه مش هتبقى لدعم للحكومه بقى. نعم بس الرفض لها. نعم. الرفض لها. بشكرك دكتور محمد غنيم، طبعا الطبيب والناشط السياسي المعروف. معي على الهاتف الاستاذ الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي. دكتور مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اولا يعني كيف ترى هذه الزيارات، واسالك هنا بقى بصفتك نائبا لرئيس الوزراء، يعني كيف ترى هذه الزياره لخيرت الشاطر في محبسه من بعض القوى الاجنبيه والعربيه، تقييمك ليها ايه يا دكتور؟ هل هي في اطار مزيد من المبادرات السياسيه على المائده، ولا انت شايفها انتقاصا للسياده الوطنيه؟ شوفي، انه يكون في مبادرات تخرج عن خارطه الطريق يستحيل يستحيل يستحيل. انا بقولها لك، خارطه الطريق ستنفذ كما هي. الكلام عن خارطه الطريق بعد 30 يونيو معناها، وبعد 26 يوليو معناها انك لا تقيم وزنا لاراده الشعب المصري، وبالتالي تفقد يفقد النظام كله شرعيته الجديد ده. ده النظام كل قيمته موجود لان الشعب خرج يقول له تعالى غير اللي كان خارج. لما اجي انا اهدر رأس الشعب، ما الذي يبقى لي؟ وابقى موجود باماره ايه؟ بترى فين اهدار اراده الشعب يا دكتور؟ انك تغير خارطه الطريق ونزل بيوافق على الخارطه. هل شايف ان هذه الزيارات فيها تغيير لخارطه الطريق؟ لا، انا بقول لا. كلام الاشاعات اللي بتقول ايه؟ بتقول ده جاي عشان الافراج عن مرسي ومش عارف يبقى رئيس ويقدم استقالته وبعدين يعملوا حكومه، يعني تغيير خارطه الطريق. من يملك هذا؟ لا يملكها لا رئيس الجمهوريه ولا حازم الببلاوي ولا اي حد يملك انه يغير خارطه الطريق، لان دي وضعها الشعب وانتهى الامر. اذا عيرتها معناك تقول ان الشعب ده ملوش قيمه، يبقى ايه الفرق بينه وبين الاخوان؟ مظبوط مظبوط. مستحيل مستحيل. وانتم في حكومه بتكتب يعني نهايتها بيديها. طب انتم في مجلس الوزراء يا دكتور، هل ناقشتوا باي شكل من الاشكال هذه الزيارات او هذه المبادرات الاجنبيه؟ يعني الزياره اللي تمت بعد اخر اجتماع لمجلس الوزراء، انما عايز اقول لك الجو الموجود هو رفض هذه الزيارات تماما في مجلس الوزراء. وقلنا انه إذا كنا بنسمح بها في الأول عشان إنه يطمئنوا إن الناس بتعامل معاهم، إحنا لسنا سفاحين ولا مجرمين، أي حد مجرم قانون عام أو مجرم بتاع بيعامل في السجن المعاملة القانونية. فلقوا الراجل عايز زي الفل والثلاجة مليانة أكل ومعرفش إيه والكلام الفارغ اللي سمعناه ده، إذا مفيش مانع. إنما أن يتم زيارته باعتباره رئيسا للجمهورية، أو أنه محتمل يبقى رئيس جمهورية، أو أنه هناك مشروع له أنه مجرم من مجرم القانون العام بيتم زيارته للاطمئنان على تطبيق قواعد حقوق الإنسان، أقبل. غير كده أنا لا أقبل مطلقا. وبالتالي حضرتك ممكن كموقفك الشخصي لا تقبل زيارة لمحبس خيرت الشاطر مثلا؟ مطلقا مطلقا، لأنه لم يكن يشغل أي منصب حكومي، ليس لو وليس معتقل. عارف لو معتقل أقبل، لانه الاعتقال امر غير 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 قانوني، وبالتالي من حق اي حد انه لما يكون نشط سياسي رجل عضو كبير في حزب معتقل ان يجيء ليطمئن انه اولا يحتج على الاعتقال هذا، وانه بالطرق المعتاده يعني مش بالصلف، بالطرق المعتاده، وانه يطلب الاطمئنان على احواله. انما ده راجل مسجون على جريمه من جرائم القانون العام، بيزوره بأمره ايه؟ وليس لم يكن في نظام الحكم عشان يبقى في شبهه انه متهم بتهمه سياسيه. ما هوش ده راجل متهم بجريمه، كلهم متهمين بجريمه قانون عام. من جرائم القانون العام، يعني مجرمين زي اي مجرم بيخش لمنطورة. نعم. انا لا افهم هذه الزيارات مطلقا ولا ما داعي لها، واذا كانت تمت في ظروف معينه عشان نثبت العالم والله ان احنا ناس متحضرين، ناس بتعامل افضل معامله، فانتهى الامر فعلا كده، والزياده فيها بقى حاجه اولا تقل قيمة مصر بالظبط وتحبط الشعب.
دكتور، يعني فرصة بقى بما أنك يعني معنا على الهاتف أن أسألك عن تلك الشائعة التي أثيرت أو الأنباء التي ترددت حول قرارك أو أن لديك قرار بإيقاف العمل السياسي أو منع السياسة من دخول الجامعات، هل هذا صحيح؟ هل يمكن للسيدة لميس الحديد العظيمة دي أن توجه للدكتور حسام؟ معلش بعتذر أن أنا بوجه هذا السؤال، بس يعني هل تصدقينه بصراحة؟ لا، مش مصدقة خالص. هل يصدق أنه أكبر أستاذ وقف إلى جانب الطلبة ضد النظام بأساتذته، ضد أساتذة كليته في السيطرة والهيمنة على الحركة الطلابية؟ وقلت الحركة الطلابية لازم تكون مطلقة من كل قيد، وبنيت حياتي كلها وسمعتي في الجامعة لأني مصير استقلال الجامعات من ناحية واستقلال الحركة الطلابية من ناحية. أنا أول من كان يحتفل داخل الجامعة قبل ما يصبح عيد في عيد الطلاب العالمي اللي هو عيد مصري 21 فبراير اللي مات فيه عشرات المصريين على أيدي الجنود الإنجليز، فأصبح عيدا للطلاب العالمي، عيد الطلاب العالمي عيد مصري. أجي أنا أمنع السياسة في الجامعة؟ هل أصابتني خبلة أم أني مرضت أم أنني خنت؟ وهذه أمور لا، وهذا بعيد عنك يا دكتور طبعا، يعني وأنا يعني هذه يا سيدتي الفاضلة الكلام اللي اتقال، الكلام في حياتي ما شعرت بالإهانة والقبح بتاع مثل اتهام يوجه لحسام عيسى بهذا. أولا أنا مع عمري ما تحدثت للأخت بتاعة جريدة الفجر دي اللي كاتبة مقالة تقول فأقطع ذراع الإخوان. أنا أقطع ذراع تلامذتي وانا بدخل الجامعه؟ انا حسام في حاجه اسمه ده وفدي وده اخواني وده شيوعي وده دول ابنائي، دول طلابي جاؤوا ينهلوا من علمي، دول اولادي. طيب دكتور، الجامعه هتدخل امتى باذن الله؟ 21 سبتمبر يا سيدي. 21 سبتمبر. طب ماذا سنفعل في جامعه القاهره؟ يعني هل بحلول 21 سبتمبر وضع جامعه القاهره، وانت عارف الوضع دي مقفوله بالمتاريس يا دكتور من عند البوابه الرئيسيه الان، ستكون مفتوحة لطلابها في أمان بإذن الله. بشكرك دكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، الذي أكد لنا أولا رفضه لفكرة زيارة خيرت الشاطر في محبسه، وهذه الكلام عن المبادرات. الجزء الثاني طبعا كذب لنا ما أشيع حول منعه للسياسة بالجامعة، وده طبعا حقيقة لا يمكن أن ينسب لرجل بقامة حسام عيسى. والأمر الثالث أن الجامعة ستفتح أبوابها يوم 21 سبتمبر، و بإذن الله ستكون جامعة القاهرة في مقدمة هذه الجامعات مفتوحة لطلابها بأمان. نخرج فاصل، وبعد الفاصل هنستقبل دكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وبعد ما يعني ننهي فقرة الدكتور زياد هنعود مرة أخرى نتكلم عن المنيا، نتكلم عن طنطا، نتكلم عما يحدث في الشارع المصري. ابقوا معنا، حلقتنا طويلة. فاصل ونرجع. احيانا بيكون صعب ان تنتقل من المعارضه الى الحكم، والحقيقه هنا ده بيشكل عبء وتحدي اساسي على رجل او سيده السياسه، يعني العامل بالسياسه، لانه بيضطر ان ينتقل من مرحله هو يعترض فيها، ينتقد، ربما يقدم حلول، لكن زي ما بنقول في اللغه المصريه اللي ايده في المايه مش زي اللي ايده في النار. الان عديد من الشخصيات اللي كانت ايدها في المايه بقت ايدها في النار، والان هي مطالبه في وقت قصير جدا انها تحقق نتائج، وناس كتيرة بتقول هي الحكومة فين، وناس بتضع ضغوط انه احنا عايزين قرارات سريعة. احد هذه الشخصيات هو الدكتور زياد بهاء الدين، هو رجل اقتصاد وقانون معروف، يمكن كان في مناصب سياسية قبل ذلك، ولكن له اساسا في الشق الاقتصادي سواء في هيئه الاستثمار او في هيئه الرقابه الماليه، لكنه منذ اندلاع ثوره 25 يناير وهو يقف في موقف المعارضه. الان بعد سنتين ونص من هذه الثوره ينتقل من المعارضه الى موقع قيادي في هذه الحكومه، نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديه ووزيرا للتعاون الدولي. كيف يجد ذلك؟ ايه خططه؟ ايه خطط الحكومه؟ هل الحكومه ستبقى اسيره قضيه ربعه والنهضه، ام انها لديها برامج؟ وعايزين نسمع، والحقيقه انا حسمع أكتر ما أسأل في هذا الحوار لكي نسمع لأول مرة من الدكتور زياد بعد أن ارتدى هذه القبعة الجديدة
ماذا تنوي أن تقوم به الحكومة خلال عمرها القصير أو الطويل؟ دكتور زياد أهلا بك. أهلا بك يا أستاذ أمين. خليني أبدأ طبعا بالشأن السياسي، وأنا عارفة أن المفروض أن حضرتك بترتدي قبعة اقتصادية في المقام الأول، لكن أنت وزير وبالتالي لديك أو نائب رئيس وزراء لديك قبعة سياسية. القضية الأهم التي نناقشها الآن هي زيارة، هذه الزيارة التي فوجئنا بها جميعا لعدد من المسؤولين الأجانب والعرب لخيرة الشاطر. هل ناقشتم ذلك في مجلس الوزراء؟ موقفك منها إيه؟ لا شوفي، زي ما الدكتور حسام نائب رئيس الوزراء أيضا قال من دقائق على برنامجك، المسألة دي ما تناقشتش في مجلس الوزراء، لأنه مجلس الوزراء انعقد من حوالي أسبوع أو أقل قليلا، وما كانش الموضوع ده مطروح. مجلس الوزراء ناقش فقط قضية يعني كيف يتم فض اعتصام ربعة والنهضة. أنا طبعا لا أخفي عليكي يعني اندهشت من الخبر ومش مرتاح له، شأن عدم ارتياح كتير من الرأي العام المصري، لأن في كمان أشياء لما تحصل يعني في ظرف مختلف يبقى ليها وقع مختلف على الناس. هو الحقيقة إيه اللي مخلي الرأي العام مش مرتاح وأنا أشاطره ذلك؟ إنه يعني إحنا بنخلط ما بين أشياء عديدة، أو الناس متهيئ لها إن في حاجة بتتداخل في بعضها، في اعتصام في ربعة والنهضة ومرتبط به أشياء أخرى، ثم في طلب بزيارة الرئيس السابق محمد مرسي، وكان يعني مبني في البداية على أنه التحقق بأنه الرجل على يعني قيد الحياة وبصحة جيدة وبيعامل معاملة طيبة، ثم ابتدت المسألة تتطور إلى حديث عن مصالحة الناس مش عارفة أبعادها إيه بالظبط، ثم تطور الأمر إلى زيارة إلى خيرة الشاطر النهاردة. هو يعني أنا بعتقد عدم الارتياح المبرر لدى الرأي العام هو من الإحساس أن إحنا بنتسحب كده في حتة. أنا رأيي أن إحنا لازم نقف ولازم نميز ما بين هذه الأشياء وبعضها، يعني ما نناقشه ونقوله والموقف اللي ناخده بالنسبة للرابعة ده خاص بوضع ملح وضاغط على الأرض ويجب أن يعالج بشكل معين، لكن ده لا يعني أن المسائل تفتح في بعض ونلاقي نفسنا مسحوبين إلى مصالحة الرأي العام ضدها تماما، مصالحة بالمعنى اللي هو يعني إيه عفى الله عن كل ما سلف ولا كأن في حاجة حصلت، أو أننا نلاقي نفسنا بنتفاوض ودول أخرى بتقف ما بيننا على مسافة واحدة كما لو كنا يعني إيه طرفين يعني بيتفاوضوا بندية ما بينهم. اللي حصل بعد 30 يونيو واللي كتير من الناس كررته في هذا البرنامج، في وضع جديد يعني نشأ بسبب انتفاضة الشعب المصري على الوضع القائم، وهذا الوضع يعني تأكد مرة واثنين وثلاثة أنه مدعوم شعبيا بالكامل، ولا يجوز الرجوع عما تم يعني ترسيخه بعد 30 يونيو. إذن ما هو موقف الحكومة تجاه اعتصامي ربعة والنهضة، اتجاه خارطة الطريق، اتجاه فكرة الصفقات؟ لا شوفي، خارطة الطريق هي يعني السبب الوحيد اللي الحكومة دي موجودة عشانه. يعني لو سألتيني باختصار شديد الحكومة دي ايه دورها وبتعمل ايه، دورها هو تنفيذ خارطة الطريق اللي بتلتزم فيها الدولة والأطراف كلها، اللي وقفوا في أول يوم في أول خطاب اللي كان موجود فيه شيخ الأزهر والأنبا تودرس، وكان فيه وزير الدفاع، وكان فيه رؤساء طيارات مختلفة والدكتور البرادعي، وأعلنوا عن خريطة الطريق، هي السبب الوحيد الذي توجد حكومة الآن في محلها، وبالتالي هي مكلفة بتنفيذ خريطة الطريق. فلا تراجع ولا لا تراجع عن خريطة الطريق، لأنه ملناش مصدر آخر للشرعية، إحنا موجودين فقط لتنفيذ خريطة الطريق. يعني دورنا في النهاية ينتهي إلى تسليم مؤسسات منتخبة ديمقراطيا في خلال بقى مدة تراوح بين 7 أو 8 شهور، هو ده يعني الهدف اللي كلنا متفقين عليه، واللي بيمنحنا شرعية، ومفيش مصدر آخر للشرعية غير إن إحنا جئنا لتنفيذ خريطة الطريق الناس اتفقت عليها. أي تراجع عنها ده يبقى خروج عما تم وانتقاص يعني من شرعيتكم طبعا وعما ارتضاه الشعب في هذا المقام. حضرتك قلت لي ان انتوا ناقشتوا فض اعتصامي ربعه والنهضه، ماذا ناقشتم في ذلك؟ اتفقتم على ايه؟ لا شوفي، المناقشه بمعنى ايه؟ يعني انا طبعا متابع ما يقال على انه الحكومه متردده والحكومه ايديها مرتعشه، وانا مقدر الراي العام جاي من فين من في هذا الكلام، لكن عايز اوضح بس بعض الاشياء هنا. نمره واحد، ان احنا لم نتردد في ان نقول، وانا من بينهم، انه حينما يكون هناك تصرف غير سلمي أو اعتصام غير سلمي أو تظاهر غير سلمي أو قطع طريق أو ترويع للمواطنين أو اعتداء على ممتلكاتهم وعلى حياتهم، دي مسألة قولا واحدا على الدولة أن تواجهها بكل الوسائل المتاحة بما فيها أن تستخدم القوة في مواجهة يعني ظاهرة
غير سلمية بما فيها استخدام القوة. بما فيها استخدام القوة. نمرة اتنين ان احنا بنطلب اكتر من كده. هنا بقى النقطة كلها، احنا بنطلب اكتر من كده. احنا بنقول انه على الدولة ايضا انها في قيامها بهذا العمل ان تراعي يعني اشياء اخرى، اعتبارات اخرى من الممكن انك تراعيها في نفس الوقت اللي بتحققي فيه للمواطن الامن والاستقرار والسلم، ودي اعتبارات ليها اثر على المدى الطويل. يعني انهاء حاله الاعتصام في ربعه والنهضه ده قرار يعني ممكن اتخاذه وتنفيذه، يعني مش هقول لك بدون بسهوله، لكن يعني ده قرار في حد ذاته. لكن الأهم منه أن الواحد يكون مفكر أنا عايز أكسب إيه أكثر من كده للبلد. أنا عايز أمن وعايز استقرار وعايز أفضي ربعة وعايز أفضي النهضة، لكن كمان الدولة الحديثة اليوم اللي إحنا بنقول حنوصلها في خارطة الطريق إلى أن تكون دولة ديمقراطية عليها أن تحترم حقوق الإنسان. أيوة عليها، عليها أنها تراعي كيف يتم يعني الحد من الخسائر. أيوة عليها، ليس من الضعف على الدولة أنها وقد التزمت بأنها تفض هذه الاعتصامات، ليس من الضعف على الدولة إنها تراعي القانون وإنها تراعي حقوق الإنسان وإنها تبذل قصارى جهدها في حقن دماء المصريين، عليها الواجب ده برضو. دي أشياء حنحاكم عليها تاريخيا. يمكن المكسب اللي الناس متوقعاه النهاردة ولها حق، الناس ضجت وزهقت وطلع روحها من اللي بيحصل في الشارع، لكن إحنا لازم كمان نقدر الأثر الممتد لحاجة زي كده. علينا الحفاظ على قيم ومثل معينة إحنا قاومنا من أجلها حكم الرئيس مرسي، مع الحفاظ على حقوق الإنسان، وأنا أوافقك في ذلك طبعا، وعلى أن ما يبقاش في خسائر، ونتمنى ألا يكون هناك عنف ولا ضرب ولا نقطة دم واحدة. هناك حقوق إنسان آخر، والمواطن المصري العادي اللي بيقطع عليه الطريق كل يوم، اللي ما بيعرفش يروح شغله، اللي بيهدد أمنه الشخصي وممكن تتكسر عليه عربيته، اللي عايش في منطقة ربع العدوية أو منطقة بين السرايات وأمنه مهدد، وهناك شعور انه في قلق من اننا هوستجز، اننا يعني متخذين اسرى او رهائن لهذا الارهاب. الارهاب يجعلنا رهائن ويجعل الدوله كلها رهينه بما فيها الحكومه، لا احد يتحرك خوفا من ان تكون هناك خسائر، ما في انسان اخر يعيش على الارض. ده اكيد، وعشان كده بقول لك لا يوجد خلاف على المبدا ولا يوجد خلاف على النتيجه اللي مطلوب الوصول اليها، وهي فض اعتصامي ربعة والنهضة وما يرتبط بهم من بالذات المسيرات من التي من مسيرات ومن أعمال أخرى إجرامية. هناك زي ما بقول لك ليس من الضعف على الدولة إنها تبذل قصارى جهدها في إنها تحد من الخسائر، وإنها تبذل كل المحاولات الممكنة اللي طبعا إلى درجة معينة، مش للأبد، مش هنقعد يعني للأبد بنقول طب نعمل إيه، لكن عليك واجب إن أنت تعملي الجهد الأقصى ثم تتصرفي كما يجب التصرف. عايز بس أقول حاجة هنا، تفضل. يعني في فكرة هل إحنا عندنا شعور إن الدولة قوية أم ضعيفة؟ الدولة النهاردة قوتها زي ما الناس كتير بتقول جاية من يعني مساندة الشعب ل 30 يونيو، ومساندة الشعب لإن الدولة تتدخل من أجل يعني إيه اتخاذ إجراءات معينة ضد ما يحدث من إجرام في الشارع. القوة دي أنا مش شاكك فيها، ما عنديش شعور إنه هذه قوة غير حقيقية ولا إنه يعني التأييد الجماهيري ضعيف. القوة دي تخليني أقدر أتصرف بشيء من الحكمة كمان، يعني بما إن الناس وراء الدولة وبما إن الناس وراء النظام الحالي، فعلينا إن إحنا نتصرف كمان بطريقة تحفظ يعني تحفظ المصلحة العامة للبلد على المدى الطويل. لازم نراعي إن إحنا نستمر في المرحلة الانتقالية إلى آخرها، يعني لازم نراعي حقوق المواطنين النهاردة. النهاردة يعني الناس بتطالبنا بأشياء معينة حيال الواقفين في اعتصام النهضة وربع، هيتخذ، لكن لازم أيضا نراعي القانون، لازم نراعي حقوق الإنسان. هذه أشياء هتحكمنا لسنوات قادمة. فليس من الضعف أن الدولة وهي قوية إنها تقول أنا هعمل ده لكن هعمله على النحو السليم. طيب، لكن طبعا إحنا أمام ضغوط مختلفة، ضغوط غربية من جانب وضغوط في الشارع المصري من الملايين التي نزلت الشارع يوم 26 يوليو لتفويض الجيش وتفويض الدولة الحقيقة لاتخاذ قرارات. هل عندكم جدول زمني؟ يعني الناس هتفضل مأيداكوا ووراكوا لحد إمتى؟ ما إحنا نخشى من فتور هذه العلاقة، ومن يعني إنه يقول لك أنا فوضتك وانت ما عملتش حاجه. في جدول زمني اتفقتوا عليه في مجلس الوزراء؟ لا، يعني جدول الزمن دي مساله طبعا متغيره وفقا لما يحدث على الارض، لكن زي بقول لك المهم ان المبدا واضح ومعروف انه لا خلاف على ضروره فض الاعتصامين وما يرتبط بهم من اعمال اجراميه، وعلى استخدام كل الوسائل المتاحه للدوله لتحقيق ده، ولكن
علينا واجب أن نبذل الـ يعني قصارى الجهد في توقي إن ده ما يكونش له أثار على ناس بريئة أخرى، على ناس مغرر بيها ربما في الميدان، على ناس يعني قد لا يكون ده على حساب المبادئ القانون والعدالة المفروض تسود في المجتمع الجديد. دي أشياء يجب أن تؤخذ في الاعتبار، لكن بدون أي تردد حيال القرار النهائي والنتيجة النهائية اللي هنوصل لها إن شاء الله. لكن يعني في يعني ديدلاين، لازم هيكون في يعني يوم نهائي، وإن يعني صبر البشر مش هيستمر مدة طويلة. لا أكيد في يوم، لكن زي ما بقولك ده متوقف برضو على ما يحدث على الأرض، ونأمل إنه ما يطولش كتير. هل الحكومة بصراحة هي أسيرة الوضع على الأرض، هي أسيرة قضية ربع والنهضة، وأن الحكومة لا تريد أو لا تستطيع أن تتحرك في معزل من فض هذين الاعتصامين؟ أنا سمعت الدكتور ببلاوي في أحد المؤتمرات الصحفية بيقول أنه لا اقتصاد بدون أمن، وده شيء طبيعي جدا. إذن هل تحرككم للعمل هو أسير القضيتين دول؟ لا، هو مش أسير القضيتين، هو يعني طبيعي طبعا أن في موضوع يعني كبير وشاغل الناس وعمل لها قلق واضطراب شديد جدا، ولهم حق في ده، واخد اهتمام الرأي العام، واخد اهتمام الإعلام، وطبعا إلى حد ما يعني مؤثر على الحالة النفسية العامة لكل مواطن بما فيها أعضاء الحكومة. لكن الحقيقة أن الحكومة يعني لا ينبغي، وفي كل الأحوال مش حاصل يعني أنها متوقفة أو أنها أسيرة لهذا الكلام. الحكومة النهاردة عولها أسبوعين ثلاثة. اللي عايز برضه أقوله لك، وده ليس للتبرير لكن للوصف، إن دي حكومة جت يعني الناس اللي استلموا فيها الوزارات استلموها أحيانا في أوضاع معقولة، وأحيانا في أوضاع في غاية الصعوبة، من ناس كفاءات استقالت ومشيت، إلى آخرين يعني تم الدفع بيهم في المناصب القيادية للوزارات بدون أي خبرة أو معرفة أو كفاءة، إلى يعني حالة من الشلل الحكومي اللي كان أصاب الأجهزة الحكومية بنوع من تصلب الشرايين. فأنت كنت أمام وضع فعلا في غاية الصعوبة. أنا شايف أن الوزراء المختلفين في الأسبوعين اللي فاتوا بشكل عام وبشكل مرضي جدا يعني في نوع من إعادة تدوير مكنة الحكومة، اللي هي مكنة كبيرة وليست سهلة، وإعادة تدويرها مسألة مهمة جدا، لأنك في الآخر ما تقدريش تشتغلي بمعزل أو ضد يعني المزاج العام للجهاز الحكومي اللي أنت بتشتغلي معاه. ودي مسألة لازم تكون حاضرة في ذهننا، أنه إعادة تدوير المكنة الحكومية دي كانت مسألة في غاية الخطورة في البداية، وأظن أنها حصلت. هل الحكومة أسيرة؟ لا، مش أسيرة. هناك يعني إجراءات على المدى القصير، وهناك إجراءات ممكنة على المدى الطويل، وده مرتبط بحقيقة أن الحكومة دي حكومة مؤقتة المدة، وإن كان ده لا يعني أنها مؤقتة المهمة. يعني إيه مؤقتة يعني مؤقتة المدة؟ إحنا عارفين أن هي ربما، لكن ده لا يعني أنها حكومة تيجي تقول أنا حامل الحد الأدنى لأن أنا حكومة تسيير أعمال. لا، هي حكومة انتقالية بتنتقل من مرحلة إلى مرحلة، لكن خلال هذه المدة المحدودة عليها أن نشتغل بكل طاقتها، ولا تأخذ موقف سلبي أو موقف أن أنا بعمل زي بقولك الحد الأدنى لحين تسليم الملف الواحد تاني. إحنا علينا جهد كبير جدا أنك أولا توقفي النزيف اللي كان حاصل في الاقتصاد، توقفي حالة الشلل اللي كانت حاصلة في الجهاز الحكومي، تبتدي تدوري المكان ده مرة أخرى، تعود الدماء اللي تجري في شرايين الاقتصاد وشرايين المجتمع، وتقدمي للناس بعض ما يتوقعوه من يعني من حل مشاكلهم الرئيسية، ويعني انه تلبي طلباتهم الملحة اللي يعني اللي كانت احد الاسباب الرئيسية لانفجار الشعب المصري من سنتين ونص، وتنتقلي بالدولة من خلال مجموعة من القوانين والانتخابات والاستفتاء الى تسليم السلطة. اذا انت قدامك مهمة محددة ومدة محددة، لكن محتاجة انك تشتغلي بكل طاقتك في كل المجالات. لكن لو قلت لك ايه هي الـ 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 الاهداف الرئيسية لهذه الحكومة، يعني انتوا ايه التارجت بتاعكم وانتوا بتفكروا كده ان هذه الحكومة جاءت لتحقيق 1 2 3 4؟ جاءت اولا لتحقيق قدر من الانضباط والامن في الشوارع والاستقرار العام، لانه بدون ده صعب انك تتكلمي عن اعادة تدوير المكن اللي بقول عليه بشكل مناسب. الهدف الثاني هو اللي أنا بسميه وقف النزيف الاقتصادي اللي كان حاصل. الهدف الثالث أنك تبدأي في وضع النظم والآليات اللي ترجع للشعب المصري بعض ما يستحقه من حقوق ومن ضمانات ومن مزايا اتحرم منها لفترة طويلة جدا. الهدف الرابع أن أنت تحطي الخطط والسياسات اللي تمكن حكومة قادمة منتخبة من أنها ما تجيش فتلاقي نفس المشاكل ونفس العقبات، يعني حتى اللي ما تلحقيش تنفذيه في 6 أشهر تقدري تكوني بدأتي في وضع خطط تنفيذه في 6 أشهر القادمة. ثم عليك أنك تجري
الانتخابات بمعنى الإشراف الإداري المطلوب في هذا الوقت لكي يتم عملية الانتقال إلى مؤسسات ديمقراطية منتخبة. هما الأربع حاجات دول. أنا قريت لك تصريح أنه معرفش دقيق ولا لا، أنه هذه الحكومة ليست لها تفويض شعبي، وبالتالي ربما لا تستطيع أنها تقوم بإجراءات عنيفة مثلا لتقليل عجز الموازنة، إجراءات تقشفية. أولا التصريح ده سليم ولا لا؟ أنا قلته في مقام آخر، لكن بمناسبة التصريحات غير الدقيقة هنتهز فرصة أن أنا على برنامج يعني ذائع الصيت عشان أشتكي تويتر. أنا ليس عندك نفس المشكلة؟ لا، عندي مشكلة غير معقولة يعني. في أكتر من حساب، واحد منهم بالذات يعني للأسف أنه أنا مش عارف أوقفه بصراحة يعني. اشتكيت لتويتر واشتكيت للدنيا كلها وبعت تلغرافات وبعت فاكسات. أنا لا أستخدم تويتر مطلقا. لا تستخدم تويتر مطلقا. عندي حساب واحد بياخد ما أكتبه على الفيسبوك فقط، وما بكتبش عليه مطلقا إلا النهاردة كتبت تكذيب إن ما عنديش حسابات أخرى. كل ما ينشر على لساني على تويتر أكاونت غير صحيح. ده يعني زي حالتي بالظبط، احنا عندنا احوال متشابهه في هذا الامر. طيب ارجع تاني للتصريح اللي حضرتك قلته حول ان الحكومه ليست لها تفويض شعبي، وبالتالي ربما لا تستطيع ان تاخذ يعني اجراءات عنيفه مثلا لتقليل عجز الموازنه، للعمل مع الدعم، يعني في مجموعه من الاجراءات المهمة. لا، في فرق بين الحاجتين. اصله تقليل العجز من الموازنه مش محتاج تفويض استثنائي، لانه يعني كل حكومه عليها انها تسعى لتقليل عجز الموازنه. انا اللي قصدته في مقام اخر هو انه هذه حكومه عليها تعمل شغل كتير، لكن لا تملك ولا بسبب المده ولا بسبب الظرف اللي جت فيه انها تحدث تغييرات كبرى في اتجاه المجتمع والاقتصاد. بمعنى ايه؟ يعني مش دي الحكومه اللي تيجي لا تقول اخصخص ولا تقول اامم. مش دي الحكومه اللي تيجي تغير قوانين اساسيه من نوعيه القانون المدني وقانون الاجراءات الجنائيه. يعني دي حكومة، دي حاجات تعملها حكومة منتخبة. حكومة منتخبة يعني الناس بتختار حكومة، ده حزب يمين، ده حزب يسار، ده حزب محافظ، ده حزب ثوري. بتختاري حزب فبناء عليه بتختاري يعني برنامج العمل. فإحنا لا نملك إنك تخرجي عن المسار الطبيعي لإدارة الدولة، يعني خروج جذري. بما في ذلك قضية الدعم، ولا كنت عايز قضية الدعم قصة تانية ونك فيها برضو. لا، قضية الدعم، القضايا الاقتصادية ده موضوع تاني. كون ان الحكومة دي حريصة لأسباب أخرى على ألا يتم المساس بالدعم، دي مسألة خاصة بكيف تديري فهم المجتمع لمسألة الدعم، وهتكلم فيها تاني. لكن انك تتعاملي مع عجز الموازنة إذا كان في إيدك ده مش محتاجة، ده مش تغيير أيديولوجي يعني، مش تغيير فكري. كان اللي قصدته إنه يجب أن تأتي يوما ما، أرجو أن يكون قريبا، حكومة منتخبة هي اللي تعبر عن اختيارات معينة الشعب يقوم بها في الانحيازات الاقتصادية والسياسية. لكن مع ذلك احنا حكومة جاية بناء على حركة شعبية، حركة كان ليها اتجاه معين، يعني كان واضح انها تريد ان تقيم دولة مدنية، تريد ان تقيم دولة ديمقراطية، تريد ان تقيم دولة لا يوجد فيها تمييز، تريد ان تقيم دولة فيها قدر من العدالة الاجتماعية. دي محددات نقدر نشتغل بيها. طيب قبل ما نخرج فاصل، شكل المجموعة الاقتصادية، بما أن حضرتك اتكلمت على الأيديولوجيات المختلفة، كيف يبدو شكل المجموعة الاقتصادية؟ هل يغلب عليها مثلا التيار اليميني، أم أن هناك من اليسار وربما الذي حضرتك بتنتمي للوسط تقريبا ويسار الوسط؟ لكن يعني شكل المجموعة، أي الأيديولوجيات الاقتصادية أو السياسية يغلب على هذه المجموعة؟ لا دلوقتي ولا بعد الفاصل؟ ممكن دلوقتي وبعدين نخرج فاصل. لا شوفي، هي يعني الناس لما بتقول حكومة تكنوقراط، الحقيقة ان الحكومة دي بالفعل اقرب ما تكون الى حكومة تكنوقراط. يعني حكومة ناس كل يفهم في مجاله، كل واحد عارف موضوعه كويس، وكلهم يعملوا في اطار المحددات العامة اللي انا اتكلمت عليها. يعني لا يوجد خلاف على انك عايزة تعملي دولة ديمقراطية مدنية بيسود فيها القانون وبتحقق العدالة الاجتماعية في اطار اللي الشعب عبر عنه اكتر من مرة. دي محددات، ما هياش يمكن برنامج حزبي دقيق تقدري تقولي ان انا قلت في برنامجي في الصفحة رقم 5 اني هعمل كذا، لكن في محددات. في اطار هذه المحددات انا رأيي انه في واقع الامر لا يوجد تفاوت كبير في التفكير العام اللي سائد داخل الحكومة. يعني مجموعة الاقتصادية فيها كفاءات يعني من افضل ما موجود في مصر بصراحة، وبستبعد نفسي من هؤلاء، بتكلم عن اخرين يعني. كلكم بيعبروا عن فكر اقتصادي بشكل عام وسطي. لكن الأهم من كده أنه لديهم جميعا ذات الإدراك للحظة اللي احنا فيها. يعني دي لحظة انت محتاجة تعدي فيها بالبلد من حالة إلى حالة أخرى، وبالتالي
عليك انك تلتزمي بالمحددات الاربعه اللي انا قلتها بما فيها تحقيق قدر من العداله الاجتماعيه لشعب طال انتظار تمني لمثل هذا. تشوفيها بقى من منظور وسطي، من منظور يساري، من منظور يميني، هتلاقي في اختلافات ما فيش شك، لكن في اتجاه عام الكل متفق عليه بكل اعضاء الحكومه. طيب هخرج فاصل عند هذه النقطه وهنقف عند العداله الاجتماعيه، لانها قضيه هي التي خرج من اجلها المصريون في 25 يناير، اكدها المصريون مره اخرى طلبهم للعداله الاجتماعيه، ونسمع منظور هذه الحكومه لفكره العداله الاجتماعيه. هل هي الحد الاقصى للاجور؟ هل يعني فيما بالضبط تتمثل هذه العداله الاجتماعيه لدى الحكومه الجديده؟ هنسمع الاجابه بعد الفاصل، ونسمع ايضا كلام دكتور زياد حول على المدى القصير ما هي خطط هذه الحكومة، على المدى البعيد وفكرة خطة مارشل أو يعني خطة مارشل المصرية كما يقال عنها. بعد الفاصل. بكم من جديد، نواصل حوارنا مع الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. العدالة الاجتماعية مفهوم كبير، لكن في النهاية الناس عايزة تحسه في حياتها، في مأكلها ومشربها وصحتها ومدارسها. بتفكر في العدالة الاجتماعية، وهذه الحكومة تفكر في العدالة الاجتماعية ازاي؟ شوفي بقى، دي قضية مهمة جدا، وأنا يعني بتمنى أن احنا في الفترة القادمة مش بس نحقق بعض ما يتوقعه الناس، لكن كمان نرتفع بمستوى الحوار عن العدالة الاجتماعية لصالح الناس برضو. اللي أقصده إيه؟ إنه في فرق بين إعطاء مسكنات سريعة، ولا أخفي عليك إنها مطلوبة. يعني الناس أنهكت وتعبت في سنتين ونص اللي فاتوا وما قبلها، وأصبح من حق المواطن إن يقول أنا بعد سنتين ونص دول أخدت إيه من اللي حصل ده كله. يعني المسكنات مطلوبة، وهقول بعض الافكار اللي فيها يعني، لكن المهم ان نكون متفقين على المبدا انه الاستمرار في سياسه المسكنات باعتبارها بتحقق العداله الاجتماعيه ده وهم كبير. العداله الاجتماعيه هي انك تحققي تغيير في هيكل الاقتصاد اللي يجعل الناس مش ليها طلبات تتلب من وقت للتاني، لكن ليها ايه؟ ليها حقوق. فرق بين ان انا يبقى ليا حق، وبين ان انا مره في السنه كده الحكومه تعطف عليا بحاجه. منحة أو علاوة. مضطرين نعمل بعض المسكنات اليومين دول طبعا، لأنه الناس برضو من حقها أنها يعني تستحمل معانا الست أشهر الجاية وتخففي عنهم أعباء الحياة، لكن نكون متفقين أنه إذا كنا جادين في الكلام على العدالة الاجتماعية بصحيح، مش بطريقة قدامي انتخابات الشهر الجاي وعايز أكسب استفتاء وعايز أمشي اليومين دول، يبقى لازم ناخد المسألة بقدر أكبر من الجدية. هديكي مثل بسيط. في المزارعين عليهم ديون. تمام. احنا من الحاجات اللي اعلناها انه في مجموعه من الديون هيتم تفعيل قانون الغائه. ليه تفعيله؟ لانه بالفعل الكلام ده من اكثر من ست شهور الرئيس السابق مرسي اصدر قانون باعفاء المزارعين اللي اقل من 10,000 جنيه من ديونهم. واتحسبت وصدرت في قانون واتنشر في الجريده الرسميه انه تم تخصيص مبلغ 150 اظن 120 مليون جنيه في السنه الاولى و50 مليون جنيه في السنه الثانيه، واتنشر في الجريده ولم يطبق. ده أصبح حق للناس. يعني لما يكون في مديونية اتشطبت واتنشر بيها قانون، أنا من حقي إن أنا أطالب بحقي. فإحنا دلوقتي بننفذ هذا القانون، أو بننفذ هذا القانون اللي يعني طلع كده عشان يفرح الناس وتم تجاهله، لأن أصبح من حق المزارعين إن هم يعفوا من هذه الديون اللي صدر بيها قانون. لكن الأهم من كده إيه؟ هو أنا النهارده، أنت عارفة أنا كنت بمثل دايرة في الصعيد وما زلت بعتبرها دايرتي يعني. لما بقعد مع عمامي ومع قرايبنا هناك ومع اصدقائنا، وتحسبي الفلاح لما بيزرع فدان قمح او فدان ذره، احسبيها حسبه حقيقيه وشوفي العائد الصافي اللي بيطلعه في اخر السنه، هتلاقيه احيانا 500 جنيه احيانا 700 جنيه احيانا بالخساره. انت بتتكلمي على واحد يقعد اربع شهور خمس شهور بيزرع ارض ويطلع منها في الاخر 300 400 جنيه صافي. طيب انا دلوقتي اعمل ايه؟ هل استنى عليه لما يحصل له ده كله وبعدين اروح اساومه على الغاء الديون بتاعته واقول له انا هلغيها لك وقت ما يبقى فيه انتخابات عشان اكسب صوتك، ولا اصلح المساله من اصلها؟ يعني ولا اتيح له تسعير مظبوط، اتيح له ارشاد زراعي مظبوط، اتيح له جمعيات تعاونيه يورد لها المحصول، اتيح له اسمده بسعر كويس، اتيح له مدخلات انتاجه.
هو ده الفرق. إذا كنا جادين في قضية العدالة الاجتماعية يبقى لازم نصلح من أصل المسألة، ومش مجرد أن أنا أسيب الناس لما يعني تبقى على الحافة تماما وبعدين أقول له أنا عشان بحب العدالة الاجتماعية هديك 50 جنيه هدية. ده مش كلام. طب وبالتالي كلام. وبالتالي إيه المبادرات مثلا إيه على المدى القصير اللي ممكن تقدموها للناس؟ على المدى القصير فيها ما يدخل في بند المسكنات وما هو أكتر من كده شوية. يعني هتلاقي مثلا النهاردة امبارح متأسف وزير الاستثمار مع وزير التموين أعلن عن تخفيضات على أسعار مواد غذائية من خلال المجمعات الاستهلاكية لفترة أسبوع تبدأ امبارح المفروض بالليل وتنتهي مع نهاية العيد. دي حاجة مطلوبة لأنها تخفيضات في يعني أسعار سلع كتيرة بتتراوح بين 10 و20%. لكن طيب ده الإجراء الفوري اللي ممكن تاخديه. تعالي في الإجراء المقابل له على المدى الأطول تقولي إيه؟ تقولي طيب إحنا عندنا النهاردة الدولة عندها مجموعة مجمعات استهلاكية عددهم اللي بيشتغلوا دلوقتي حوالي 1100 واحد، 1100 منفذ. تقدري تزوديهم في غضون فترة وجيزة جدا 300-400 منفذ كمان. هو أنا أكتفي بأن أنا كل عيد أنزل الأسعار 10% ولا أحسن شبكة توزيع المنتجات الغذائية الرئيسية اللي يستفيد منها المجتمع طول السنة؟ هو ده العدالة الاجتماعية. يبقى ده الفرق ما بين أنك اعملي المسكن لكن كمان اعملي الإصلاح الأكبر من كده واللي يمتد مع الناس، ويبقى المواطن عارف أن من حقه يشتري المواد الأساسية بسعر معقول طول السنة مش أسبوع الأجازة. مش بس الأجازة. في العيد. ديون الفلاحين زي ما قلت لحضرتك دي جاري النظر في الـ في الـ في الـ في القانون اللي كان صدر ولم يطبق، لكن هرجع اقول لك تاني والاصح منه ان احنا نبص في الاقتصاد الزراعي بتاع الفلاح ونعرف بدل ما في السنه الجايه ازاي اكون ظبطت مدخلات ومخرجات انتاجه عشان ما يبقاش محتاج ان يلغي له ديونه، يبقى عنده ما يكفيه وزياده انه يدفع مديونيته ويعيش من الفدان اللي بيزرعه. في مسألة مهمة بتحصل كل فترة وإحنا يعني ضغطين أنها تحصل بسرعة، اللي هي مستحقات المقاولين لدى الحكومة. دي مع نهاية السنة المالية هنحاول نخلصها بسرعة نسبيا. الحكومة بيترتب عليها مديونيات للمقاولين، ودي مسألة ما تخص الشركات كبيرة فقط، دي مسألة بتسمع في مقاولين الباطن ثم في المقاولين تحتهم ثم في مقاولين الأنفار لحد ما توصل لأصغر الناس اللي بتشغل في أعمال الإنشاءات، ودي مسألة مهمة جدا. هل هتبصوا على هذه القضية بتاعت المقاولين ده بسرعة ولا تستنوا نهاية السنة المالية؟ لا لا لا، السنة المالية اللي انتهت بالفعل انتهت. يعني بنأمل ان احنا في خلال 7-8 أسابيع بالكتير يكون تم تسوية هذه المستحقات لأنها بتضخ فلوس في الاقتصاد وبتوصل لأصغر ناس على طول. ما لحقناش للأسف نعمل حاجة أساسية بالنسبة للسماد المتاح لمحصول الذرة، يمكن نقدر نزود المتاح شوية من خلال البنك الزراعي، لكن بالتأكيد عايزين نكون مستعدين أفضل من كده لمحصول القمح القادم. هل هتحددوا سعر معين غير السعر المتحدد؟ السعر متحدد، لكن المتاح للفلاح من البنك الزراعي ما بيكفيش احتياجه فبيضطر يشتري من بره. يعني بيجي في الفدان مثلا محتاج 8 شكاير بيلاقي نفسه بيشتري شكارتين، يعني في الموسم ده هو أخد شكارتين من البنك الزراعي ب75 جنيه ويضطر يشتري الباقي من الخارج، وصل السنة دي لحد 175 و180 جنيه. فكل ما قدرتي تتيحي له حصة أكبر من خلال البنك كل ما أخده بالسعر الأقل وجنبتي أنه يشتري أكثر من السوق الخارجي. قضية الحد الأدنى للأجور أنا عايز أقول أنها ليست محل جدال، القضية أصبحت قضية فنية بيبص فيها دلوقتي وزير العمل مع وزير التضامن الاجتماعي من أجل الوصول إلى الصيغة اللي يتفق عليها وتكون عادلة من ناحية وقابلة للاستمرار اقتصاديا من ناحية أخرى، لكن مبدأ تقنين الحد الأدنى للأجور ليس محل رجوع. في ملفات كتيرة متعطلة في الوزارات اللي خاصة بالوزارات اللي خاصة بالقطاعات الاستثمارية. ولما عدنا دردشنا في أول مرة مع المجموعة الاقتصادية أنا كان اقتراحي إنه يعني أول حاجة تعمليها عشان تحركي الاقتصاد إن كل واحد هيلاقي على مكتبه 10-15 ملف متعطلين. نحرك دول. ترخيص واقف، زيادة رأس مال متعطلة، قرض مش راضي يعتمد من حتة، يعني أبسط ما تقدري تعمليه إنك تحركي ده شوية فالعجلة تدور فالمصانع تشتغل فالناس يعاد تشغيلها فتحصل الحركة دي. هل ده معناه إن الخطة الاستثمارية اللي كانت مدرجة؟ لا بتكلم على القطاع الخاص. على القطاع الخاص، لكن الخطة الاستثمارية للدولة بقى ده موضوع تاني. إنك برضو كل يعني في توسعات معينة وإنشاءات معينة في البنية التحتية في الإسكان مرصود لها مبالغ بالفعل. طيب نحرك ده بسرعة، يعني اللي متخصص له مبلغ في الموازنة نصرفه، ما نلاقيش نفسنا جايين على آخر السنة وفي مبالغ ما تصرفتش لأن في لجان ما اجتمعتش وفي قرارات ما اتخذتش وفي مش عارف حاجات واقفة فين. يعني تحركي ده كله يفرق كتير. في بعض الحاجات اللي برضو كانت واقفة لأسباب إدارية
منها تسريع برنامج مد الغاز الطبيعي للمنازل. يعني احنا النهاردة الطاقة اللي شغالين بيها 300-400 ألف وحدة سكنية في السنة. بنبص دلوقتي على يعني خطة بديلة وهتكلم فيها مع الوزراء المعنيين بحيث نحاول نضاعف النسبة دي سنويا. انت لو تقدري تدخلي 600-700 ألف مسكن كل سنة هتعمل طفرة كبيرة جدا، مش بس في التعب على الناس والفلوس اللي بيدفعوها، لكن كمان بتوفر في عجز الموازنة. عايز اقول لك ان في اجراءات الرأي العام متوقعها مش بالضرورة تدخل فلوس في جيبي، لكن تحسسني بوجود قدر من العدالة في المجتمع. زي ايه؟ زي حاجتين انا مصر شخصيا انه يتاح المعلومات عنهم للرأي العام بشكل نهائي وقاطع. قضية المستشارين المعينين في الدولة وقضية الصناديق الخاصة. انا بقول لك انه في خلال فترة وجيزة، انا مش عارف هي قد ايه بالظبط، لكن ارجو الا تتجاوز يعني اسابيع قليلة، انا مصر على ان احنا نطلع ونعلن الحقيقة كاملة للرأي العام. اذا كان فيها مبالغة نتعامل معها، اذا كان ما فيهاش مبالغة يبقى الناس على بينة انه على الاقل ما عنديش احساس بوجود ظلم في مكان اخر، وقد يكون فيها تجاوزات ونقدر نتعامل معها. ده اللي محتاجة تعمليه من باب انك بتسرعي ايقاع وبتعمل تنشيط للاقتصاد، تعمل تنشيط للاقتصاد وبتوصل للناس خدمات اضافيه. نسيت اقول لك برضو ان برضو من اللي متعطل في 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 يعني في اضابير الحكومه زي ما بيقولوا تسريع توصيل الصرف الصحي. يعني في مشروع تمويله موجود ومتعاقد عليه واستلفنا فلوسه بالفعل خلاص، يوصل صرف صحي ل 320 قريه اضافيه، واقف للاجراءات البيروقراطيه اللي معطله. هنا احنا بنتكلم على نفس الموازنه ولا هنعدل الموازنه؟ يعني هل انتوا بتتحركوا في اطار نفس الموازنه اللي كانت موجوده من الحكومه السابقه؟ شوفي، لما تدخلي على وضع زي اللي احنا بدانا بيه، من الحكمه انك تبتدي بانك تقولي مش هوقف حاجه. اصلك لو وقفتي وما عندكيش البديل جاهز تبقى كارثه. فنمره واحد، كل واحد يكمل على اللي كان موجود. يعني على مكتبه، ايه اللي واقف عندك مشيه الاول. في هذه الاثناء وزير التخطيط وعد بالنظر في الموازنه العامه مع وزير الماليه، ويرجعوا لنا يقولوا لنا اذا كان في ما يدعو لتعديلها ولا نقدر نعمل هذه المكاسب الاجتماعيه من خلال، على فكره هرجع اقول لك تاني، نفس بنود الموازنه بتلاقيها على اخر السنه اجزاء ما اتصرفتش او اجزاء اتصرفت يمكن بشكل خاطئ. يعني مش مضطره تعملي انقلاب في الموازنه السنه دي، لكن تقدري تشوفي ايه اللي ممكن اعمله من خلال هذه الموازنه. انا كل ده بكلمك في الاجراءات السريعه. طيب. لو عندك وقت هتفضل. احب اقول لك ان كل ده يعني اجراءات بتتخذيها لرفع العبء عن كاهل المواطنين قدر الامكان بسرعه. لكن احنا جادين في العداله الاجتماعيه نتكلم في حاجات تانية خالص. ايه خطتك للعداله الاجتماعيه في عمر حكومه قصيره الاجل؟ يعني مش صحيح. مش طويله، فتقدروا تحققوا ايه منها؟ هقول لك، تقدري تحققي حاجتين. اولا تقدري تحققي انك تغيري، زي بقول لك ودي مساله مهمه وارجو الا تعتقدي انها كلام نظري، تقدري تحققي فرق حقيقي في فهم المجتمع وتعامله مع قضيه العداله الاجتماعيه، بحيث الناس تبقى بتبحث عن حقوقها وليس عن منح ومزايا عرضيه. وهديكي بعض الامثله الملفات اللي انا بدرسها، اللي بالمناسبه ممكن يتاح للحكومه فرصه انها تبدا في تنفيذها وممكن تخلصها، وممكن على الاقل تكون حطت البلد على اول الطريق بتاعها ويستكملها بعد كده من ياتي في حكومه منتخبه، بس تبقي حطيتي الاساس. انا من الحاجات اللي متبنيها يعني بحماس شديد فكره الوجبه المدرسيه لكل تلميذ في المدارس الابتدائيه. انا عايز اقول لك ان ده موضوع يعني مش مساله كده ايه، بس ده كان دايما مكان، مش ده كان موجود زمان بيتقال. يعني الحقيقه ايه؟ في عمرنا مثلا ولا ايه؟ مش عايز افتكر. انا ما شفتوش بصراحه، لكن ايه اللي موجود النهارده؟ موجود النهارده حوالي 300-350 ألف طفل بياخدوا حاجة زي البسكوتة كده، بتعتبر مش وجبة، هي حاجة مقوية أو مكملة. وعدد ما يزيدش عن كده كتير قرص عجوة، برضو ده حاجة مكملة. أنا بتكلم على حاجة تانية خالص، حاجة ملهاش علاقة بالكلام ده نهائيا، بتكلم على حق اجتماعي. أنت في بلد النهارده فيها بوفقا للإحصائيات الرسمية ما يقرب من 30% من الأطفال عندهم حاجة اسمها تقزم. شايفة تقزم ده معناها إنه الطفل اللي بيوصل لسنتين من العمر ما أخدش الحد الأدنى من السعرات الحرارية اللي تخليه ينمو. أنت بتتكلمي على عدالة اجتماعية في بلد الأطفال فيها محرومين من إن هم جسمهم ينمو لأن ما بياخدوش الحد الأدنى من السعرات الحرارية. دي مسألة لا تليق ببلد في القرن 21 ولا في 20 ولا في 19. فما نقدرش نتعامل مع ده على انه ازود شويه بسكوت هنا
ووزع 50 وجبة زيادة، ده مش كلام. لازم يكون من حق كل طفل في هذا البلد أنه يتناول على الأقل وجبة يومية للميتين يوم اللي فيهم مدرسة. ناهيك عن الإحصاءات اللي أنا بشوفها بقالي يومين عن قدرة الأطفال على الاستيعاب في المدرسة، أنه يلاقي كرسي أساساً منخفضة. لا غير الكرسي، أنا بكلمك بس على الوجبة. يعني مجرد أنه مش بياخد وجبته كاملة بيجعل تركيزه وقدرته على الاستيعاب أقل بحوالي 20%. في وفر اقتصادي مقدر ب 20 مليار جنيه فقط من عدم حصول الأطفال على وجبتهم الغذائية. مسألة يعني حددت ده ممكن يكون بيكلف قد إيه في الموازنة تقدر إن أنت توفره ولا لا؟ لسه بدرسها، هوفره. أنا واثق إن في طريقة لتوفيره ولو بالتوفير من مصادر أخرى. هنا بقى الكلام على هنا منح وفي هنا مش بس كده، هنا بقى الكلام على فكرة إن المجتمع يبتدي يفكر في هذه الأشياء بشكل مختلف. إحنا بنصرف 150 مليار جنيه دعم للطاقة. مظبوط. وانا عارف ان الكلام على تخفيض اي نوع من الدعم يعني ايه مساله في غايه الخطوره، ومش بطرح بالمناسبه حاجه محدده عشان ما حدش ايه ينزعج ويقول في خطه سريه، لكن انا بقول لما نحط هذه الاشياء في موضعها، ولما اجي اقول لك ان احنا كدوله محتاجين 3-4 مليار جنيه نمشي بيهم الوجبه الغذائيه، هتقدري تقولي لا مفيش؟ مش معقول. يعني عايز اقوله في اشياء لا يجوز انها تكون، مش ممكن نكون في البلد النهارده بنحرم الأطفال من إن هم ياخدوا الحد الأدنى من السعرات الحرارية. دي مسألة هو ده الكلام على الدائرة الاجتماعية اللي أنا أعرفه. نفس الشيء تطبقيه على مشروع آخر أنا مهتم بيه جدا، وهو إنارة القرى. القرى النور في القرى. النور في القرى، وده بالذات من خلال استخدام الطاقة الشمسية أو الطاقة الموفرة. دي قضية مثلا هديكي مثل تاني على فكرة إنه لازم المجتمع كله يبقى مشتبك مع قضية من هذا النوع. إنارة القرى طبعا تخص وحدات الكهرباء، وطبعا تخص هيئه كهرباء الريف على وجه التحديد. بس عايز اقول لك ان انا في حوار مع الجمعيات النسويه لكي يكون احد المطالب الرئيسيه لهذه الجمعيات هو اناره القرى، لانهم على الخروج بعد الغروب، وبالتالي على حريتهم في التعليم وفي العمل وفي ان يكون ليهم حياه اجتماعيه ويكون ليهم حياه ثقافيه وحياه رياضيه. يعني دي مسائل لا تليق بالقرن اللي احنا عايشين فيه. زي ما قلت لك تطوير المجمعات الاستهلاكيه عشان تكون الذراع اللي يوصل للناس الغلابه مستلزماتهم الاساسيه من غير ما يبقى مستنيين تخفيض العيد او تخفيض ليله القدر. قانون التعاونيات محتاجين نراجعه تاني، لانه في طريقه للانتاج التعاوني احنا عندنا في القوانين لكن مش مفعله بالشكل الصحيح من سنوات طويله جدا. عندنا في مصر نسبه حاجه في حقوق، في حقوق في قانون العمل، في حقوق في قانون الصحه، في حقوق في المواصلات العامة، في حقوق في معاش معين. هو ده اللي اسمه عدالة اجتماعية. وآخر حاجة عايز أذكرها ما يسمى بالدعم النقدي المشروط. ده أثير عليه حوار كتير واتطبق بالفعل بشكل تجريبي في بعض القرى وكان ناجح الحقيقة وفي عين الصيرة في مصر في وقته. وفكرته بسيطة جدا، إنك تروحي بقى عبال ما تصلحي نظام الدعم بأكمله ويوصل لمستحقيه ومش عارف إيه، تروحي للأكثر فقرا تماما وتوصلي لهم بمبلغ ولو بسيط. أنا فاكرة وقتها كان 200 جنيه على ما أعتقد، 200 حتى كمان ما يعتبرش بسيط بالنسبة لحجم البرنامج اللي أنا بتمنى إن احنا ده اللي أنا أقصده بالعدالة الاجتماعية. مش إن أنت تدي مسكنات، لكن إنك بتعيدي تدريجيا هيكلة الاقتصاد بحيث يبقى المواطن له حد أدنى. ومرة تانية ده يعني برغم إنه يكون ربما يكون استكمل كمنشآت، لكن كان الأمل من هذا الطريق إن هو يعمل، لا هو الطريق يتنفذ. طبعا كان يرتبط بيه بناء عدد من الجسور على النيل عشان بالمرة تستكملي تطوير مناطق صناعية اتعمل جزء منها، لكن لم يستكمل. لم يستكمل أجزاء أخرى خاصة بإضافة مناطق صناعية، خاصة بتحسين البنية التحتية في المناطق الصناعية. إحنا أحيانا برضو نروح نصرف في الحاجة الجديدة من غير ما نكمل صرف على الحاجة القديمة. مناطق الصناعية القائمة محتاجة صرف إضافي عشان تستكملي بنيتها التحتية، وإلا بتلاقي نفسك بتقولي للناس تعالى خد أرض ببلاش في الصعيد، يروح ما يلاقيش غاز، ما يلاقيش صرف، ما يلاقيش مواصلات تجيب العمال، فيلاقي نفسه في الاخر اللي وفره في انه خد ارض ببلاش رجع دفع قده مرتين عشان يجيب عماله وينشئ محطه صرف صحي وينشئ محطه تحليه. هل ممكن يكون هناك في عمر هذه الحكومه اي اهتمام بالصعيد في الوقت ده؟ يعني اكيد في اهتمام بالصعيد بما فيها الحاجات اللي انا قلتها لك دي. يعني لما تقولي اناره القرى، انا اقدر اقول لك ان اناره القرى دي في الصعيد من اهم ما يمكن. المشروعات اللي حضرتك اتكلمت عليها دي هل هتبتدي تدرسها بحيث انك تشوف الموازنه، بحيث انك تشوف هتمولها منين؟ هل هتبتدوا في هذا الامر ولا انا ابتديت بالفعل؟ لكن هي هحاول اعملها كمان بطريقه، وكان حديثي مع الدكتور احمد جلال وزير الماليه، يعني احنا بنعتقد انه في بعض هذه الاشياء على الاقل
لازم نلاقي المشروع اللي عايزين نعمله، الفكره اللي عايزين نعملها، ونبحث ايضا عن الوفر اللي ممكن يجي من الموازنه من مكان اخر. يعني صعب انك تزودي عجز الموازنه اكتر مما هو، او ربما تضطري تزوديه بحاجه بسيطه، يعني مساله مش واضحه لسه. لكن في كل الاحوال يوجد مساحه في الموازنه الحاليه انك تقدري تشوفي اقدر اعمل وفر من فين وانقله من حته لحته، او منح دوليه او منح طبعا. لكن انا بتكلم على حاجه تكون كمان مستدامه. خلي بالك انا ممكن الاقي منح السنه دي تعمل وجبه مدرسيه، طب والسنه اللي بعدها هنجيب الفلوس من فين؟ مش مطلوب ده. طيب اسمح لي نخرج فاصل اخير، وبعد الفاصل هنتكلم على خطه مارشال، كيف يفكر الدكتور زياد بهاء الدين في يعني ايه خطه مارشال، ويعني ما هي المشروعات المدرجه على هذه الخطه. نستكمل الجزء الاخير من حوارنا مع دكتور زياد بهاء الدين. يعني ايه مارشال بلان، وايه هي بالظبط هذه الخطه؟ لا، مارشال بلان هو اسم يعني كده مصطلح غير دقيق بنستخدمه للدلاله على فكره ما هياش اول مره، يعني ما احناش اول حكومه تفكر فيها، لكن بتصور انها ممكن تكون عندنا فرصه افضل من غيرنا. الفكره ايه؟ ان احنا بلد يعني بتقترض وبتاخد معونات ومنح بقى لها فتره طويله جدا، وكل حاجات كويسه ومفيده، يعني المنح على الاقل والمعونات. القروض بقى طبعا بحسب بتروح لفين وعائدها ايه، لكن بتيجي لحظه كده وتحسي انه يعني مش هينفع نستمر بالطريقه دي من غير ما ترفعي كفاءه الاقتصاد كله. يعني مره اخرى زي حد بتديله كده ما يكفي انه يكمل حياته يوم بيوم، غير ما تديله الوسيله اللي ينمو بيها ويلاقي شغلانه ويكبر ويستقل عنك. احنا بنقول مارشال بلان لان ده المارشال اللي هو الوزير الامريكي اللي حط خطه لتنميه اوروبا بعد الدمار اللي اصابها في الحرب العالميه الثانيه. احنا بنتكلم على فكره انك تنظري الى كل احتياجات البلد الاساسيه، خصوصا في البنيه التحتيه. يعني مثلا القطور، القطارات، يعني المواصلات. ما هي ايه البنيه التحتيه بقى؟ هي البنيه التحتيه يعني النقل والمواصلات بكل اشكاله، الاسكان، الطاقه، محطات الكهرباء الى اخره. البنيه التحتيه السياحيه، لان ده مصدر دخل مهم لينا. يعني ايه البنيه التحتيه السياحيه؟ يعني مش الفنادق، اصل الفندق ده مشروع مربح بيعمله مستثمر، لكن ما يحيط بالفندق، طريق بيودي لحته معينه، تنظيف منطقه من الالغام، يعني اتاحه مكان معين غير متاح للخدمات السياحيه، دي اسمها بنيه تحتيه سياحيه. ما بين النقل والاسكان والطاقه والسياحه بتشوفي احتياجات البلد اللي تعمل نقله نوعيه في حجم البنيه التحتيه المتاحه ليها. ونحط هذا كله في اطار تصور واحد، ويتحول الى خطه لتمويل نقل مصر نقله نوعيه اقتصاديا. طيب هتقولي ايه الجديد في الفكره دي؟ الجديد فيها ان انا بعتقد ان احنا خصوصا اذا تجاوزنا حاله الاحتقان السياسي اللي احنا فيها اليومين دول، انا بعتقد ان العالم فعلا لديه رغبه حقيقيه في، مش في مساعدة مصر، دي بقى النقطة كلها، مش في مساعدة مصر انه يدونا اللي يكفينا النهاردة وبكرة، لا، في مساعدة هذا البلد على ان يتقدم نقلة نوعية الى الامام. وحزعم انه قدرتنا ان احنا نقول ان امامنا خطة محتاجة تمويل من العالم لنقل الاقتصاد ممكن تكون اسهل في التمويل من انك تقعدي تروحي تقولي أنا عايز 100 مليون هنا و50 مليون هنا و30 مليون هنا. وبالتالي الهدف هو أن نضع هذه المشروعات اللي هي في البنية الأساسية في خطة متكاملة، ثم نطلب تمويلا استثماريا، يعني حد يجي يستثمر مثلا في، فيها استثمار وفيها منح وفيها قروض طويلة الأجل وفيها شراكات وفيها كل ألوان التمويل. لكن الفكرة إنك بتقولي أنا محتاج أنقل البلد نقلة نوعية خصوصا في مجال البنية التحتية. طبعا لما بقول بنية تحتية ده بيرتبط بها أشياء برضو اجتماعية، يعني مش مجرد أسمنت بيترمي في الأرض، يعني بتتكلم على على تشغيل، على يعني على تعامل مهم جدا على البطالة، بتتكلمي على تشغيل مصانع هنا وبالتالي تحسين في قدرتك الإنتاجية للحاجات، المصانع اللي هتمد البنية التحتية دي باحتياجاتها، بتتكلمي عن تدريب للعمالة مطلوب عشان تعملي ده، بتتكلمي عن قوانين حتى يعني فيها الجزء الاجتماعي أيضا بيصاحب ده. لكن فكرة إن إحنا يعني يبقى طموحنا مش إن إحنا نعيش من سنة لسنة،
لكن نعمل النقلة اللي فعلا تكفل لنا مستقبل مختلف. وأنا بعتقد أن الحالة العامة في العالم هتسمح لنا بده. إمتى ممكن تكون هذه الخطة جاهزة اللي تبدأ في ترويجها؟ يعني هتاخد مش متأكد من الوقت بالضبط. هي في مجموعة صغيرة بيقودها وزير التخطيط، هي المتولية هذا الموضوع، وأنا بشارك فيها وزير المالية والبنك المركزي. بأمل إن إحنا في خلال مش عارف 7-8 أسابيع يكون في ملامح ليها، على الأقل ما يكفي إن إحنا نبتدي نستطلع الرأي في أنحاء العالم. أعتقد إنها أيضا بتصب في فكرة العدالة الاجتماعية، لأنك لما بتوفر مواصلة آمنة آدمية للمواطن، ما أنت بتوفر له جزء، يعني بتشيل جزء من عن عبء من على كاهله، والجزء ده من العدالة الاجتماعية. بدل ما يركب مواصلة ويموت أو يركب مواصلة ويتبهدل أو يتم التحرش به، هو بيركب مواصلة آدمية، ده جزء من فكرة العدالة الاجتماعية. لا بلا شك، إن لأنها كلها أشياء متجهة إلى البنية التحتية والخدمات وإلى خلق فرص عمل برضه، لكن الأهم من كده إنك بتحسني كفاءة الاقتصاد. الاقتصاد لما تزيد كفاءته بالضرورة يستفيد منه الأفقر وليس الأغنى. هل دخول القطاع الخاص هنا، سواء دخول قطاع خاص دولي أو محلي أو بأي شكل من الأشكال، ممكن يؤثر على تسعير هذه الخدمات، ولا إحنا بنتكلم على إيه بالظبط؟ لا إحنا بنتكلم على إنشاء بنية تحتية. مسألة تسعير الخدمات دي قضية مختلفة تماما. يعني احنا مش بنتكلم على خصخصة خدمات عامة، احنا بنتكلم على إنشاء بنية تحتية باستخدام منح قروض أموال الدولة إذا تم وفر فيها شراكة من القطاع الخاص في الأشياء التي لا تعتبر خدمات اجتماعية أساسية. يعني أولا الفلوس اللي جات لنا من سواء قروض أو منح من الدول العربية الشقيقة، هل ستستخدم في الموازنة، ولا تستخدم بصراحة عشان الطاقة وما إلى ذلك؟ تستخدم في أي من هذه المشروعات، ولا هي فقط تكفينا لتدوير الدولة؟ يعني انت عارفة ان فكرة ايه، ان الفلوس متماثلة مش كده، من المثليات، يعني الفلوس بتدخل على بعضها كلها داخلة في موازنة الدولة. لا هو طبعا الفلوس اللي جات يعني مهم ان احنا نبقى عارفين انها مش فلوس متاحه كده نبعزقها في ولا حاجه. احنا عندنا ازمات كبرى وعندنا عجز موازنه ضخم جدا، فلازم جزء منها يتجه الى دعم الموازنه العامه للدوله والى سد الاحتياجات الاساسيه في الفتره اللي احنا فيها. هل احنا هنرجع نتحدث مع صندوق النقد الدولي، بما انك مسؤول عن وزاره التعاون الدولي، هل احنا نرجع نتكلم مع الصندوق تاني، ولا ده موضوع بدري عليه دلوقتي؟ شوفي، انا من انصار انه الكلام يستمر والحديث يستمر والتشاور يستمر، لكن لا يوجد تاريخ محدد دلوقتي مطروح لعقد اتفاق مع الصندوق. لكن يجب أن يستمر الحوار بيننا وبينه، لأنها مسألة ضرورية أولا بحكم عضويتنا في الصندوق، وبحكم أن احنا يعني لازم تكون البدائل كلها متاحة أمامنا، لكن المهم أنها ما تكونش تحت ضغط معين كما كان الوضع سابقا، ولا تحت يعني فكرة أنه تتفرض شروط من أي نوع لا نكون قابلين بيها في حد ذات البرنامج اللي احنا بنعلنه للناس والناس بتوافق عليه. وترى ان فكرة المارشال بلان او خطة مارشال للبنية الاساسية في مصر لا تحتاج شهادة من الصندوق لذلك، يعني تستطيع انك تذهب للدول مباشرة؟ لان دايما كان في كلام انه الصندوق يقدم شهادة اقتصادية وبالتالي تأتينا مليارات من المنح سواء من اوروبا او من غيرها. هل نستطيع ان نسوق مارشال بلان بمعزل عن اتفاق مع الصندوق؟ انا مش واخد موقف عدائي من اتفاق مع صندوق. ولو تتذكر مش تتذكر يعني مش هتتذكري، لكن اللي كتبته لما كنت لسه بكتب من موقع المعارضه ما كانش فيه الاعتراض على مبدا الاتفاق مع صندوق، لكن كان فيه اعتراض على عدم الشفافيه وعلى عدم وضوح التكلفه اللي بنستلف بيها وعدم وضوح الاموال هتستخدم فين. لكن مبدا ان احنا نتعامل مع مؤسسات تمويل دوليه انا مش ضده على الاطلاق، لكن المهم انت بتعملي ده تحت ضغط يملي عليكي شروط لا تقبليها او تكون صعبه عليكي فتخفيها عن الراي العام، ولا هتعمليه اذا عملتيه وفقا لمحض اختيارك ولمحض برنامج انت حطاه، واذا تم اتفاق في يوم من الايام ده هيكون معلن ومتاح للناس كلها وبدون اي يعني غموض في المساله. لكن ده مش موضوع مطروح في اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي، لان ما احناش تحت هذا الضغط، والوقت ربما يعني مش ضغط علينا كما كان من قبل. اعتقد انك قابلت ليدي اشتون لما كانت موجوده. لا ما قابلتهاش. طيب موقفنا ايه من الاتحاد الاوروبي، او موقف الاتحاد الاوروبي من ايه ومن مساعدات لمصر؟ شوفي، في اعقاب 30 يونيو يعني حصل نوع من القلق لدى كل المؤسسات الدوليه، وده كان يمكن ساعد في ده ان احنا الحكومه لم يكتمل يعني تشكيلها الا اسبوعين تقريبا او اكتر بعد 30 يونيو. لكن أنا شايف في الأسبوعين اللي فاتوا الجهد اللي اتعمل في وزارة الخارجية بالذات، الجهد اللي اتعمل من الرئاسة،
الجهد اللي اتعمل من الحكومة، الجهد اللي اتعمل حتى من المنظمات المستقلة في مصر، يعني ابتدى يبعت رسالة مختلفة شوية. أنا اللي شايفه إن في رغبة مستمرة وشديدة جدا في التعامل مع مصر اقتصاديا ودعمها اقتصاديا، لكن في حاجة واضحة إنها ده مربوط بإننا نستمر في التقدم على خريطة الطريق اللي أعلننا عنها من أول يوم. طول ما إحنا بنتقدم ما عندناش أي مشكلة. إحنا يعني مجلس الوزراء القادم اللي هو بتاع بعد بكرة مثلا هيتعرض فيه اتفاقية كانت معطلة بقالها فترة، اللي هي بيسموها اتفاقية المقر للبنك الأوروبي للتعمير والتنمية. فدي خطوة مهمة جدا وبأمل إنها تتحقق، يعني لأنها بتبعت رسالة مهمة برضو إن البنك الأوروبي يبقى له مقر في القاهرة. بعد فكل ده كل ده حاصل وماشي ومستمر، وتتوقع انه بيزيل الجليد في هذه العلاقات مع اوروبا؟ يعني هيزيلها طبعا، لكن زي ما بقول لك يعني لازم نكون مدركين ان احنا بنتعامل مع راي عام عالمي يصعب تجاهله، لكن احنا كشعب مصر التزمنا امام انفسنا اولا بخريطه الطريق لن نحيد عنها، وهو ده الطريقه الوحيده لكي يعني نكون صادقين في وعدنا للشعب المصري اولا في انه هذه المرحلة الانتقالية يجب أن تنتهي بدولة ديمقراطية على أسس سليمة. العلاقات الاقتصادية تحسنت، أو العلاقات عموما تحسنت مع عدد من الدول العربية في أعقاب 30 يونيو، لكن تبقى العلاقة مع قطر علامة استفهام، وفي كلام يعني متردد أنه توقفت المفاوضات حول تحويل جزء من أعتقد الدعم القطري أو من القرض القطري لسندات. يعني العلاقة الاقتصادية الآن وموقف السندات القطرية إيه؟ لا يعني في حدود علمي ما فيش حاجة جذرية حصلت لا بالسالب ولا بالموجب، وبعتقد ان الوقت مبكر لسه ان احنا نشوف هذه العلاقات اتحسمت في اي اتجاه. يعني في حدث كبير حصل وله تداعيات، بعضها كان ايجابي سريعا وبعضها كان بحذر وبعضها كان بتحفظ، لكن انا واثق ان مع الوقت كل هذا الجليد سيذوب. يعني الشباب دايما بنتكلم على تواجد الشباب في المؤسسات، الشباب هم يقومون يعني دايما هم اللي بينزلوا الشارع وبيقودوا هذه الثورات، ثم لا يحكمون ولا يجدون يعني مكانا لهم تحت خارطة السلطة أو تحت ضوء السلطة. بتفكر في تمكين الشباب إزاي؟ شوفي، تمكين الشباب سياسيا دي مسألة يعني هم طبعا الأقدر عليها وبيعملوها بالفعل، يعني بدليل أنه الشباب حاضر وموجود على الساحة السياسية بمنتهى القوة، سواء من خلال أحزاب أو من خلال تيارات مؤثرة جدا. لكن أنا عندي دعوة أخرى للشباب مرتبطة باللي كنت بقوله من شوية على فكرة أن يبقى البلد عندها برامج قومية، الناس يعني تحس أنك بتحاولي تنقلي البلد نقلة مختلفة شوية. دعوتي للشباب أنه المشاركة لا تكون بالضرورة فقط في العمل السياسي، لا حول أكتر من كده، أن العمل السياسي الحقيقي ما هواش حضور اجتماعات وندوات ولا اعتصامات ولا مظاهرات بس، لكن بقى يأتي بعد ذلك وقد اتنقلت البلد وأطاحت بحكم الإخوان، يأتي بعد ذلك العمل السياسي اللي على الأرض، مش كده؟ العمل اللي على الأرض ده هو العمل السياسي، واللي هو اللي فيه التكوين الحقيقي، وهو اللي فيه إن الواحد يبقى بيأهل نفسه للاستمرار في العمل السياسي. يعني هديك أمثلة، أنا لما ذكرت موضوع إنارة القرى مثلا قلت لك إن أنا أحب إن يكون مش شاركنا فيه الداعم الدافع ليه، مش بس الداعم، اللي بيطالب بيه هم الجمعيات النسوية، عشان يبقى ليهم موقف على الأرض، وهم عارفين كويس قوي إنه إنارة القرى ده مكسب حقيقي اجتماعي واقتصادي وسياسي للمرأة المصرية وللبنت المصرية. بنفس الطريقة أنا بدعو الشباب لنفس الشيء، العمل السياسي جزء منه إنكم تعالوا ناقشوا معانا موضوع الوجبة المدرسية، شوفوا صعوباته إيه، اعرفوا الخيوط اللي علينا إيه، حلوا معانا بعض المشاكل، ثم تبنوا هذا المشروع على الأرض، تبنوه على الأرض. انت بتتكلمي على تطبيق حاجة تدخل 4000 قرية ناهيك عن المدن، اشتغلوا معانا، احنا محتاجين على الارض. فانا دعوتي للشباب ان يكون العمل السياسي اي بالاضافة للعمل السياسي اللي تقدري تقولي عليه التقليدي، لكن ياريت يكون ايضا من خلال يعني تبني مشروعات قومية، وان هم يقولوا احنا مستعدين نساند هذا المشروع ويبقى لنا رأي فيه، مش مجرد هنسنده بشكل عمياني، ويبقى لنا رأي فيه. دكتور زياد، سؤالي الأخير، بتقول إيه للناس اللي بتقول إن الحكومة في ألاسكا، الحكومة ما بتتحركش، الحكومة لسه يعني بتاخد وقت طويل جدا، ونحن نريد حكومة أسرع كثيرا من ذلك؟ لا، هقول لهم معذورين، لأنه التوقعات الهائلة اللي جت بعد 30 يونيو
كانت يعني كان الناس متصورة أن يقابلها عمل فوري. زي بقول لك أرجو أن الناس تقدر أن هذه حكومة جاءت في ظرف غريب شوية من ناحية حالة الوزارات اللي كلنا اضطرينا نتعامل معها بعد كده، كانت الحقيقة حالة في منتهى الصعوبة من حيث يعني حالة الأمن اللي في البلد، طبعا عملنا يعني اضطراب شديد، لكن أرجو أن الحكومة وتيرة عملها وإيقاعها يتسارع مع الوقت بالذات بعد العيد، والناس كمان تكون يعني مساندة في أن هذه حكومة ليس لها طموح سوى إنهاء المرحلة الانتقالية على شكل سليم وتسليم البلد إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطية. جدول أعمال المجلس بعد بكرة عندكم جدول أعمال معين يعني؟ أخبار تقولوا لنا مثلا؟ لا مفيش أخبار، إيه؟ أخبار بعد الاجتماع. بعد الاجتماع. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور زياد بهاء الدين. أنت متفائل؟ أنا متفائل بطبعي، لكن عندي أمل كبير إن إحنا برغم كل المصاعب الهائلة اللي إحنا قدامها، يعني عندي قناعة بإنه الست أشهر دول ممكن يكونوا فعلا لحظة فارقة في حياة البلد، وإن إحنا نوصل إلى بداية جديدة الحقيقة إن إحنا جميعا كل المصريين يستاهلوها. أنا بشكرك شكرا جزيلا، ويعني نثني على هذا التفاؤل، ونتمنى أن احنا نسمع ضجيج أكبر من الحكومة في الفترة المقبلة. عايزين صوت العمل يعلو على صوت الضجيج المزعج اللي خارج من ربعة والنهضة، لأن خارطة الطريق يجب أن تسير في مسارها الذي وافقنا عليه والذي سندناه سواء في 30 أو 3 أو 26. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ونخرج فاصل، وبعد الفاصل نتابع أخبارنا ونشوف أخبار المنيا وسينا وبعض الأخبار الأخرى في الشارع المصري. أهلا بكم من جديد، نواصل متابعتنا للأخبار ونبدأ بالمنيا، حيث خناقة بين اتنين شباب قاعدين على قهوة وتلاسن، أحدهم يعني موالي لمرسي وأحدهم الآخر رافض له، وواحد مسلم وواحد مسيحي، واتخانقوا مع بعض واندلعت المشاكل الطائفية. نشوف هذا التقرير الأول ونرجع ليه، لأن المنيا تجددت فيها الاشتباكات مرة أخرى. إحراق وتخريب وتدمير، هذا هو ما آل إليه الحال في قرية بني أحمد الشرقية بمحافظة المنيا بعد ليلة من الاشتباكات الطائفية بين مسلمين ومسيحيين مساء أمس الأول. هي كانت خناقة من شابين عاديين عند القهوة على أغنية وطنية، واحد مشغل أغنية وطنية فالتاني بيقول له وطيها، فبدأت الخناقة على حاجة زي كده. فضت الخناقة، بعد كده ابتدوا يتجمعوا أهالي هنا مسيحيين ومسلمين عشان يبقوا محايدين هنا وهنا. جمع المسيحيين كانوا على أول المستوصف هنا، المسلمين كان عند المزلجان والمرور والحاد هنا وكده. ده ابتدى حد في طوب وده حد في طوب، ده حد في إزاز وده حد في إزاز. بعد كده النور قطع، ابتدى ضرب النار من الجانب الغربي. والبلد البلاد اتقلبت عليه، قالوا بني أحمد الشرقية الجمع اللي فات حارة. جت جماعة من جميع النواحي، من بني أحمد وريدة والحوصلية والمطاهرة وجميع البلاد والعرب والجزيرة، كله طبق عليه على البلد دي. حصل فيها التخريب ده على طول. اللي حصل ده ما حصلش ابدا، كان في مصاجره بين المسيح وبين المسلم عادي ساعه، ويفضها مثلا الدور ده يروح لحاله وده يروح لحاله وخلاص، السلام عليكم وعليكم السلام سعيده مرحب خلاص، ما كانش في حاجه ما تحصل. الاشتباكات التي استخدمت فيها الاسلحه الناريه والخرطوش اسفرت عن اصابه 17 شخصا بينهم نقيب ومجندين للشرطه، فضلا عن احراق 3 منازل والعديد من المحال التجاريه بالقريه الصغيره التي لا تبعد عن مدينه المنيا سوى 5 كيلومترات. السنترال بتاعنا اتدمر والرجل غلبان، يعني حرام عليهم، يعني ايه اللي حصل، يعني ايه اللي عملناه لهم عشان يعملوا معنا كده؟ احنا هنا ايد واحد اخوات مسيحيين مسلمين ايد واحد. جرار كسح اللي بيخدم المسيح والمسلم في البلد يتولع فيه هو والمفطوره بتاعته، محلات لمازه يعني فول وفلافل، الناس الوقت حاليا ايام الوقت حاليا مش لاقي افطار تفطر بيه، محلات السرقت فول وفلافل، محلات مجمدات السرقت. ياتي هذا في الوقت الذي عاد فيه الهدوء النسبي للقريه وسط محاولات حثيثه من قيادات تنفيذيه وكبار العائلات لاحتواء الموقف واطفاء نار الفتنه بعروس الصعيد. طارق أحمد، هنا العاصمة. ونذهب إلى المنيا، حسن عبد الغفار مراسل يوم السابع في المنيا. حسن، هل تجددت الاشتباكات مرة أخرى؟
هو ادعيني استاذه لميس ان انا ابدا مع حضرتك من اللحظه الحاليه. هو اللحظه الحاليه ان قوات الامن فرضت سيطرتها الكامله على مداخل ومخارج القريه، وتم نشر القوات بشوارع القريه ومطارده بعض من عدد من الاهالي المجهولين من القرى المجاوره الذين حاولوا التسلل داخل القريه من ناحيه الزراعات، وقاموا باطلاق اعيره ناريه، والامر ادى الى حاله من الاستنفار الامني داخل تلك القريه، لان الاجهزه الامنيه متواجده داخل قريه بني احمد الشرقيه منذ اندلاع الاحداث اول امس، وحاليا الامن يغلق مداخل ومخارج القريه، وقام بالقاء القبض على عدد من المواطنين ممن لا يحملون هويه او يتواجدون بالقريه وهم من خارجها. اليوم مثله مثل الايام السابقه الامن يفرض سيطرته، ولكن الاحداث لها مغزى كبير داخل محافظه المنيا. هذه المحافظه كانت منذ السنوات السابقه كانت مليئه بالاحداث الطائفيه، لكننا لم نرى مثل هذا الاحتقان الموجود داخل الشارع المنياوي، لكن كان سبب هذا الاحتقان هو الاشاعه التي انطلقت اثناء الاحداث داخل قريه بني احمد الشرقيه ان اقباط القريه قاموا باحراق المسجد بمن فيه، وان قتل هناك 18 شخص مسلم. هذه الاشاعه اثارت غضب المسلمين من القرى المجاورة، لأن قرية بني أحمد الشرقية من القرى الصغيرة التي تلاصقها عدد كبير من القرى بالمحافظة. هذه القرية تبعد عن محافظة المنيا حوالي 5 كيلومتر، ومعظم سكانها من الأقباط، حالتهم الاقتصادية جيدة. كانت في أحداث طائفية في هذه القرية منذ عدد من السنوات، لكنها لم ترتقي إلى مثل هذه الأحداث التي رأيناها في اليومين الماضيين. حسن، هل الأقباط في المنيا يشعرون بقلق كبير؟ يعني جالي الحقيقة مناشدات من الأقباط في المنيا وفينا بالذات في المحافظتين دول أن هناك قلق شديد على أرواحهم وعلى حياتهم وممتلكاتهم. هو القلق الموجود داخل بين الأقباط هو قلق طبيعي، لكن ليس الأقباط فقط، بسبب حالة الاحتقان الموجودة في الشارع منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي. هذا الاحتقان موجود لدى الأقباط ولدى المسلمين المعارضين، لكن دعيني أن أقول لك أن محافظة المنيا تحديدا من المحافظات التي تحكمها العائلات بشكل كبير، وأن كبار العائلات في هذه المرحلة لهم دور كبير، بالإضافة إلى أئمة المساجد وتغيير الخطاب الديني. وهذا ما سمعته لأني لاحظت في منذ يومين أن منذ اندلاع هذه الأحداث أن هناك حالة من ورغبة لدى عدد من المشايخ وحاملي القرآن في تغيير الخطاب الديني، وعمل لقاءات وندوات للتثقيف لأهالي القرية منعا لهذه الأحداث. لكن أنا أحب أن أطمن حضرتك إن الأمن هنا، وبشكر هنا اللواء عبد العزيز كورة مدير أمن المنيا الجديد، هنا يحكم سيطرته ويستجيب لاستغاثات المواطنين بشكل سريع لعدم اندلاع أي أحداث جديدة إن شاء الله. شكرا حسن عبد الغفار. ومعي سيادة اللواء عبد الفتاح عثمان مدير الإدارة العامة للإعلام بوزارة الداخلية. سيادة اللواء، يعني هناك قلق كبير على الأقباط في صعيد مصر، في استهداف، في قلق في المنيا، بتتعاملوا مع القضايا دي إزاي؟ هل بتزيدوا من تأمين الكنائس بالذات في يعني الأعياد، الوقت اللي بيتراخى فيه بعض الأمن بعض الشيء؟ يعني أنا عايز أطمن الأقباط في مصر، في كل أنحاء مصر، إلى أن كافة المنشآت الكنسية لها خطة تأمين كافية تماما، وإن هذه الأحداث أحداث عارضة بالفعل زي ما حضرتك قدمتي وزي ما الأستاذ حسن الغفار بيتكلم، هي حدث ما بين شخصين تطور تروجت الإشاعات حوله وتطور إلى أن بقى في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية وتدخل فيها بعض أهالي القرى المجاورة. انتقلت قوات الأمن على الفور برئاسة السيد مدير أمن المنيا وقوات كافية من الأمن المركزي وأمن المنيا وإدارة البحث، تم السيطرة على الموقف تماما، الأمور هي عادت إلى الهدوء. النهاردة هو يعني سبب تجديد الأحداث أنه عقب صلاة العشاء انقطع النور عن قرية بني أحمد الشرقية، وصلت إشاعة أن وراء ذلك بعض أهالي قرية بني أحمد الغربية الملاصقة لذات القرية ولا يفصلها عنها سوى كوبري. هناك خدمات أمنية
برئاسة نائب مدير الأمن قائمة ومستمرة بالقرية، برئاسة أربع تشكيلات من الأمن المركزي بالإضافة إلى قوات من إدارة البحث الجنائي هناك، بتتعامل مع الموقف ولا يوجد أي تداعيات. عقب انقطاع الكهرباء صارت إشاعة إن في إطلاق عيرة نارية، تبادل بعض الأشخاص إطلاق عيرة نارية في الهواء دون استقصاء قصد حد معين. انتشرت القوات في مكان الأحداث، تم ضبط أحد الأفراد ومعه سلاح ناري وآخر معاه زواج بلوتوث، إلا أنه لم يحدث أي تداعيات أخرى والحالة الأمنية هادئة تماما. ونطمئن الكافة لأن قوات الأمن تفرض سيطرتها تماما على مداخل ومخارج القرية وعلى كافة أرجائها، ولا يوجد ما يهدد أمن وسكينة أي منهم. طب إيه اللي جدد الأحداث مرة أخرى؟ يعني ليه تجددت الاشتباكات مرة أخرى سيدي؟ وما كانش في اشتباكات، هو اللي حصل بالضبط إن الكهرباء لما انقطعت المقر كان في إشاعة بقى صارت إشاعة إن هناك بعض الجماعات من القرية الأخرى قطعت الكهرباء عمدا لكي تهاجم سكان القرية. طيب. فقام على أثرها بعض سكان القرية بإطلاق عيرة نارية في الهواء، وتم احتواء الموقف وإفهامهم إنها دي شائعة ولا توجد أي اعتداءات، وأن الأمن يفرض سيطرة على كافة مداخل القرية ومخارجها. إذا انتقلنا لبورسعيد، أعتقد قوات الشرطة مديرية أمن بورسعيد تمكنت من إحباط عملية إرهابية لتفجير بنك هيئة قناة السويس، كانت قد تم التخطيط لها، لو تقول لنا معلومات عن هذا. هو الحقيقة هو كان فيه شخص له تعاملات مع البنك، وكان استأجر أو اتفق مع أربع أشخاص على أنهم يركوا قنبلة يدوية على البنك ومقابل مبلغ مالي. تم رصد هذا الاتفاق وتم جمع التحريات حول القائمين عليه، وتم ضبطهم واعترفوا اعترافا تفصيليا، وتم ضبط المخطط لهذا وتولت النيابة التحقيق. وبرضه في عند مستشفى ناصر اعتقد في شبرا برضه عثرتم على قنابل قبل انفجارها او عبوات ناسفة؟ في مستشفى ناصر كان عثر على صباع ديناميت مبطأ، يعني تم ابطاله في حين وتم التعامل معه في حين. ده تغير نوعي في شكل الارهاب يا سيادة اللواء، يعني ان احنا نبتدي بقى يعني اولا مش بس في سينا، لكن احنا عدينا القنال بقينا في بورسعيد، ابتدى يبقى في عمليات ارهابية لعبوات ناسفة في اماكن اخرى. شايف ده تغير نوعي ولا ما نقدرش نقول عليه كده؟ يعني هي تصرفات لإشاعة جو من الخوف، ولكنها لا تمثل لدينا حتى الآن تغيرا نوعيا أو أعمال إرهابية امتدت إلى الوادي. تصرفات فردية يجري بحثها، وإن شاء الله سيتم ضبط المحرضين والقائمين عليها وإحالتهم للجهات القضاء لاتخاذ الإجراءات قبليهم. سيادة اللواء، حضرتك كان ليك تصريح لنا في سي بي سي امبارح أنه نفيت في زيارة الوفد الأجنبي والعربي لخيرة الشاطر، ثم ثبت ذلك بعدي، يعني اشرح لي هذا التناقض. هو الحقيقة في حوالي الساعة الثامنة نشرت إحدى وكالات الأنباء التركية خبر زيارة وزير الخارجية القطري للسيد خيرت الشاطر في محبسه. لم تكن هناك زيارات ولم تتم هذه الزيارة، وقد تم نفيها في حينه لأن كان مواعيد السجن قد تم إغلاقها ولم تتم هذه الزيارة في وقت متأخر من الليل. صدرت تعليمات أو اتخذت إجراءات تدبير هذه الزيارة، وتمت الزيارة في حوالي الساعة 12 الليل. هل عند حضرتك معلومات الزيارة قعدت قد إيه؟ إذا كان سمعنا أن الوزير القطري انفرد بخيرة الشاطر 5 دقائق، هل هذا صحيح؟ لو عندك معلومات عن هذه الزيارة. الزيارة كانت تمثل وزير الخارجية القطري ووزير خارجية الإمارات ونائب الرئيس الأمريكي وممثل الاتحاد الأوروبي، وكانت الزيارة في مجملهم لم ينفرد، وكان الحوار بينهم جميعا، وتم الحوار واستغرقت الزيارة حوالي ساعة. هل صحيح ان خيرت الشاطر انصرف وطلب قطع المحادثات ومشي وقال لهم انا عايز اقطع هذا الحوار، ولا لم يحدث؟ غير صحيح. هل بقى الكلام عن زيارة اخرى للكتتني هل حدثت ولا لم تحدث؟ لم تحدث، ونحن في اي وقت احنا كوزارة الداخلية اذا ما جاءتنا تصريح للزيارة يتم تنفيذه، ولسنا أصحاب قرار في أن تتم الزيارة أو لا تتم، نحن ننفذ الزيارة وفق الإجراءات المتبعة وفق التصاريح الممنوحة من الجهات المعنية في هذا الشأن. والتصريح بيأتي من النيابة ولا بيأتي منين يا فندم؟ من الجهة المعنية في هذا. والجهة المعنية هي إيه يا فندم؟ هي النيابة. هي النيابة.
بشكرك سيادة اللواء عبد الفتاح عثمان مدير الإدارة العامة للإعلام بوزارة الداخلية اللي قال لنا أنه حتى هذه اللحظة ما فيش معلومات عن زيارة للدكتور الكتتني. نذهب إلى هبة صبيح مراسلة الوطن في بورسعيد. هبة كنا بنتكلم مع سيادة اللواء على إحباط عملية إرهابية لتفجير بنك قناة السويس، ماذا لديك من معلومات؟ أهلا بك يا أستاذة لميس. وبالفعل النهاردة بالفعل النهارده كان في فعلا محاوله ساعه الفطار لتفجير بنك قناه السويس بحي الشرق. معلومات كانت وردت للواء السيد جاد الحق مدير امن بورسعيد عن ان في ثلاث متهمين من الاسماعيليه جم بورسعيد علشان يبحثوا عن واحد رابع يعني يساعدهم في ان هو يضع قنبله امام البنك مقابل ان هم يدوا مبلغ مالي يعني. فطبعا كان في تحريات للمباحث، والتحريات دي اثبتت ان في ثلاث متهمين. الاول بعد ضبطهم اثبتوا ان الاول معاه 19000 جنيه، والثاني اثنين محفول وكاميرا ديجيتال، والثالث 910 جنيه وسلاح ابيض اللي هو مطوى ارن غزال. وطبعا كان معاهم عربيه صادره. ايه الهدف طيب؟ يعني مين اللي كان محرضهم؟ يعني هل بينتموا لفصيل معين؟ ايه هدفهم يا هبه؟ هو طبعا لحد دلوقتي ما ثبتش ان هم بينتموا لفصيل معين، لكن باعتراف الاول والثاني قال ان هم البنك كان فيه ورق ضدهم وكانوا عايزين يحرقوه. فلما تحريات المباحث برضو اثبتت عدم صدق الكلام ده، وان هم ما لهمش اي حسابات او اي اوراق في البنك. وفي جهه محرضه ليهم، فلحد دلوقتي مش واضحه الجهه. لكن المتهم الثالث رفض ان هو يعترف باي حاجه، يمكن رمى بنفسه بس من الدور الاول ودراعه اتكسر وتم نقله لمستشفى بورسعيد العام. بشكرك وما زالت التحديات قائمه يعني. شكرا هبه صبيح مراسله الوطن في بورسعيد. الخارجيه الامريكيه اعلنت منذ قليل انه ليس من المقرر ان يلتقي مساعد وزير الخارجيه الامريكي ويليام بيرنز بالرئيس المعزول محمد مرسي. متحدثه باسم الخارجيه ماري هارف قالت ليس من المقرر في الوقت الحالي ان يلتقي مساعد الوزير مع مرسي، وكررت ده عده مرات. الحقيقه احنا بنعرف الاخبار من عند الخارجيه الامريكيه اللي بتقول لنا اذا كانوا هيقابلوا ولا لا، او نجرب الجزيره ممكن تقول لنا اذا كانوا هيقابلوه ولا لا، او قابلوه ولا لا. وايضا تمرد، منذ قليل اعلنت انها ترفض لقاء جون ماكين عضو الكونجرس الامريكي خلال زيارته الحاليه لمصر لبحث الاوضاع السياسيه. في تصريح لمحمود بدر قال ان تمرد ضجرت من الزيارات الخارجية المتكررة للوفود الدولية، وقال اترك الشعب المصري يحدد مصيره وخياراته وحده. والله جدع، يعني سياسيين كبار ما بيعرفوش يقولوا الكلام ده. الرئيس مستشار عدلي منصور أصدر عدد من القرارات النهاردة، منها تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بحيث تعدل عقوبة إهانة رئيس الجمهورية وتصبح غرامة وليس حبسا، والغرامة تتراوح من 10 إلى 30 ألف جنيه. وبالتالي يلغي رئيس الجمهورية أخيرا عقوبة الحبس في تهمة إهانة الرئيس التي طالما طالبنا بها وبطبعا إلغائها، فضلا طبعا عن الغاء الحبس الاحتياطي اللي كان قبل كده. معي على الهاتف الاستاذ عصام الاسلامبولي المحامي بالنقد. مساء الخير استاذ عصام. استاذ عصام؟ ايوه. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. كيف ترى الغاء عقوبه الحبس في اهانه الرئيس، في تهمه اهانه الرئيس وتحويلها الى غرامه؟ وده موضوع الحقيقه حاربنا جميعا من اجله، سواء انتوا كناشطين او حقوقيين واحنا كاعلام. الحقيقه يعني الحقيقه هي خطوه على الطريق. انا كنت اتمنى ان عقوبه اهانه رئيس الجمهوريه دي تلغى للسببين. السبب الاول لانها الحقيقه من موروثات فكرة الملكية، يعني إهانة الملك، وكان أساسها أن الملك بيملك ولا يحكم، وبالتالي أعماله ليست تبقى محل انتقاد. والحقيقة كان المفروض أن ما يبقاش لها وجود في ظل نظام جمهوري. الأمر الثاني أن كلمة إهانة دي كلمة مطاطة، وفي التشريع الجنائي ينبغي أن يكون الفعل الجنائي منضبط
ومحدد المعنى ما هوش لا يحتمل اكثر من تاويل، في حين انه اي شيء ممكن يدخل في نطاق السب والقصف. يعني لو اي شيء يمثل سبا او قصفا من الممكن ان تكون في عليه مساءله جنائيه. انما كلمه الاهانه دي كلمه مطاطه واسعه يعني، وبالتالي كنا نتمنى ان يتم الغاء التجريم نفسه فكره الاهانه، لكن انها خطوه على الطريق باعتبار انها كانت جريمه بيعاقب عليها بالحبس، واحنا عارفين الحبس بيبدا من 24 ساعه الى 3 سنين ما لم ينص القانون الماده على عقوبه بعينها. طيب. وبالتالي وهي سلبها للحريه. طيب. وكانت سيف مسلط على على الانتقاد رئيس طبعا. الجمهوريه في اي فعل من افعاله. الان بقى يعني تم الغاء الحبس الاحتياطي فيها من فتره، ودي كانت خطوه، دي الخطوه الثانيه ان هو نقل العقوبه من سلبها للحريه الى غرامه ماليه. نامل في المرحله القادمه ان تلغى الجريمه ذاتها. استاذ عصام بقى كحقوقي، كيف ترى فكره زياره الوفد الاجنبي العربي للشاطر في محبسه؟ يعني اتفتحت النيابه بعد الساعه 12 بالليل، طلع القرار، ذهب الى وزاره الداخليه الى اداره السجون، اتنفذ. يعني شايف ده ازاي؟ انا شايف ان ده اعتداء سافر على سياده الدوله وعلى سياده القانون، وتدخل اجنبي سافر في شؤوننا وخاصه في مسائل تتعلق بالعداله. هذا شبيه بالضبط بالحادث لو حضرتك تتذكري اللي تهريب بعض المتهمين في القضيه اللي كانت خاصه بمنظمات المجتمع الاهلي، واللي تم التدخل في شؤون العداله وتهريب بعض المسؤولين الاجانب تحديدا. انا بعتقد ان دي صوره بالكربون منها بس بشكل يمكن اخف، والا جاز بقى ان الرئيس المخلوع الاسبق يطلب هو ايضا انه دول يقابلوه يزوروه، ونفتح بقى مزارات سجون تتحول الى مزارات للوفود الاجنبيه. ده كلام فيه مساس بسياده القانون، فيه تدخل في شؤون العداله، فيه اهدار لكرامتنا وتدخل اجنبي سافر في امورنا، وللاسف بيتم تحت هذه الحكومه اللي يبدو انها حكومه خائفه ومرتعشه وغير قادره على اتخاذ الاجراءات الصحيحه والرادعه التي تحفظ كرامه مصر وتحفظ كرامه المصريين وتوقف هذه المهزلة المتعلقة بما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين، التي ينبغي أن يصدر قرار بحلها ومصادرة أموالها للدولة ومساءلة جميع الذين ارتكبوا هذه الجرائم دون أدنى تدخل من أي شخص أي مكان، لأنهم بيرتكبوا جرائم في الواقع وعلى الأرض وفي الشارع. بشكرك أستاذ عصام الإسلامبولي المحامي بالنقد، ومعي أيضا الأستاذ محمد أنور السادات، وهنا هقدمه كعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية. أستاذ أنور مساء الخير. أهلا بيك. مساء الخير أستاذ. أعتقد أن كان ليك يعني طلبت باجتماع عاجل لاتحاد الجمعيات الأهلية لمناقشة محاسبة الجمعيات التي تمول اعتصام ربعة. يعني إيه الجمعيات؟ هل هناك جمعيات؟ هذا صحيح. هو طبعا كان في معلومات وردت، ويتم الآن تحقيق مع بعض الجمعيات اللي وردت معلومات انها كانت بتورد وجبات ويعني بعض من المؤن لاعتصامات رابعه والنهضه. طبعا هذا الكلام محل تحقيق الان. مش بس كده، في جمعيات اللي بتشرف على بعض دور الايتام شاركت في خروج بعض من هؤلاء الاطفال واستخدامهم، زي ما شفنا الاستخدام اللي العالم كله تحدث عنه، اليونيسيف وايضا مجلس القومي للأمومة والطفولة. لابد من مراجعة أنشطة هذه الجمعيات. جمعيات بتشتغل في أنشطة محددة، أهلا وسهلا. جمعيات بتخرج عن نشاطها وزي ما احنا بنقول يعني بتدعم فصيل أو طيار معين، لابد أنه يتم مراجعة أوضاحها، وخصوصا وإن احنا دلوقتي بمناسبة مناقشة الإعداد لقانون جديد للجمعيات، لازم كل هذا يتم مراعاته عشان ما نكررش مثل هذه الـ يعني الـ الكوارث، وخصوصا كمان عملية التمويل اللي بتتم لبعض من أموال بيساء استخدامها، سواء أموال زكاة أو أموال تبرعات من مواطنين أو من مؤسسات.
يجب ان كل ده يبقى هناك نوع من الرقابة والتفتيش المالي على ما يتم من أنشطة للجمعيات. ده يخلينا بقى، هل الاتحاد العام للجمعيات الأهلية هنا دوره ان هو يعيد النظر في كل هذه الجمعيات الأهلية بالذات الجمعيات الاجتماعية، ولا ده دور الوزارة وزارة الشؤون الاجتماعية، ولا دور مين بالظبط يا أستاذ أكرم؟ لا، الاتحاد العام طرف أساسي في هذا، لأن لا يتم حل أي جمعية إلا بعد أخذ موافقة الاتحاد العام. فالاتحاد العام من حقه انه يتعرض الى كل هذه النتيجة الممارسة اللي احنا شايفينها. احنا كلنا عايزين نسهل ونساعد على الناس انها ترجع لبلادها ولبيوتها امنة مطمئنة. ما ينفعش يبقى احنا هناك محاولات بتبذل عشان يعني عدم اراقة الدماء، وفي ناس بتمول وناس ثبت ان في ناس اصحاب شركات ومصانع وتجار ثم جمعيات، هي دي بقى المصيبة الكبيرة يعني. فيجب ان الكل يتكاتف عشان ننهي حالة الانقسام وحالة التجمع الكبيرة اللي موجودة في الميادين اللي احنا بنتكلم عنها. يجب ان هذا الموضوع يتم يعني العمل عليه وبسرعة عشان لا نكرر. احنا مع تشجيع العمل الاهلي طبعا، لكن يبقى في مجاله وفي نشاطه، ما يخرجش عنه عشان ما يتسببش في مشاكل وجو من عدم الثقه، وده اللي احنا عايشينه دلوقتي. نعم، بشكرك استاذ محمد انور السادات عضو مجلس اداره الاتحاد العام للجمعيات الاهليه. والحقيقه بكره هيكون ضيفنا الدكتور احمد البرعي وزير الشؤون الاجتماعيه، وهنساله في هذا الامر عن هذه الجمعيات، عن دور الايتام، عن يعني شكل موضوع جمعيه الاخوان المسلمين والوضع الرسمي لها، وهنسمع منه في هذا الإطار. وأيضا من القرارات اللي اتخذها رئيس مستشار عدلي منصور النهاردة قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة، بحيث نقل لاختصاصات مجلس الشورى فيما يخص شؤون الصحفيين والمؤسسات الصحف القومية للمجلس الأعلى للصحافة الذي يعاد تشكيله. خالد ميري زميلنا عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين، مساء الخير يا استاذ خالد. مساء الخير يا استاذ. اشرح لي بالظبط ايه ماذا يعني هذا بالنسبه لعموم الصحفيين وبالنسبه لامور الصحافه القوميه والمؤسسات القوميه ايضا. هو النهارده بالفعل استجاب رئيس الجمهوريه لمطالبنا التي عرضناها عليه في اللقاء الذي جمعنا به بعد 48 ساعه فقط من تعيينه. صحيح. المطلب الاول كان الغاء عقوبه الحبس في قضيه اهانه رئيس الجمهوريه كمقدمه لالغاء كل عقوبات الحبس في جرائم النشر، ونحن طلبنا النص على ذلك في الدستور صراحة. المطلب الثاني كان إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، وأن يضم حتى يضم المجلس الأعلى للصحافة عدد كبير من شيوخ المهنة والمختصين بهذا العمل بالفعل، وأن تنقل إليه كل صلاحيات مجلس الشورى ليحدث طلاق بائن بين مجلس الشورى وبين الصحافة وبين الصحف القومية. نحن لا نريد أن تعود الصحف القومية مرة أخرى بوقا لأي حزب سياسي أو بوقا لأي حكومة أيا من كانت هذه الحكومة. الصحافة القومية يجب أن تعبر عن المجتمع بأكمله، عن كل طياراته، يجب أن تتمتع بحرية كاملة، وأن تدار بشكل اقتصادي يضمن لها الاستمرار ويضمن للمجتمع وجود صحافة تعبر عن كل التيارات بدون انحياز. طب احنا هنا بنغير اولا بيتم الخطوة الجاية ايه؟ تعديل او تشكيل او إعادة تشكيل مجلس أعلى للصحافة، مش كده؟ الخطوة جاء غدا إن شاء الله في اجتماع لمجلس نقابة الصحفيين لاختيار يعني كما ينص القانون نقيب الصحفيين الحالي بصفته، اثنين من قدام النقابيين، يعني هناك شبه إجماع على اختيار أستاذنا الكبير الأستاذ جلال عارف والأستاذ صلاح عيسى، وأيضا سنقوم بترشيح أربعة من شيوخ المهنة لعضوية المجلس. تمام. وهذا المجلس سيضم أيضا اثنين من أساتذة الحقوق واثنين من أساتذة الإعلام يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، وسيضم ايضا نقيب العاملين بالصحافه والطباعه والنشر وممثل اخر لهذه النقابه تختاره النقابه، كما سيضم ممثل وزاره الماليه ورئيس اتحاد كتاب مصر بصفته، 15 من المختصين والذين يغطون كل المجالات، لان لدينا يعني هناك هذا المجلس سيكون مسؤول عن اصدار تراخيص الصحف، سيكون مسؤول عن اداره المؤسسات الصحفيه القوميه، عن احداث اي تغييرات فيها، سيكون مسؤول عن الإدارة الاقتصادية والضمان أن تستمر هذه المؤسسات، وأنت تعلمين جيدا ما تعاني عدد كبير من المؤسسات. صحيح. من أزمات مالية حاليا،
وسيكون ايضا مسؤول عن ما يختص بصرف البدلات او ترجع بقى يرجع المجلس الاعلى الصحافه لاهله بصراحه يعني تعود الصحافه لاهلها بالزبط. يعني هذا ما نريده جميعا وما ناضلنا وانت ناضلتي معنا طويلا من اجله. لكن قول لي هل هذا يعني اننا قد نترقب تعديلا في القيادات الصحفيه للصحف القوميه قريبا؟ يعني المجلس هذه ستكون مهمة المجلس، لا نريد أن نتحدث باسمه، لكن بالقطع حدثت العديد من المشاكل بعد ثورة 30 يونيو في عديد من المؤسسات الصحفية ومع العديد من رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات، وأعتقد أن هذا الملف سيكون مطروحا بقوة في أول اجتماعات للمجلس الجديد. لكن لعموم الصحفيين بعتقد أن ده بيدي للمجلس صلاحيات حتى أنها تجيب من وزارة المالية البدل بعض البدلات اللي كانت مطلوبة للصحفيين واللي هي حق للصحفيين ولم تكن تصرفها نتيجة أن مجلس الشورى مش موجود. بالقطع سيكون مسؤولا عن ذلك، ولدينا حكم من القضاء الإداري أكد هذا الحق للجماعة الصحفية وأنه ليس منحة للدولة من الدولة ولكنه حق للجماعة الصحفية لمساعدة الصحفيين على أداء مهمتهم التي هي في الأساس تساهم في حرية هذا المجتمع وفي الحفاظ على هذا المجتمع وفي الدفاع عن هذا المجتمع وعن كل حقوقه. بشكرك زميلنا خالد ميري عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين. إذن غدا مجلس إدارة النقابة يجتمع قريبا، يتم تشكيل إعادة تشكيل مجلس الأعلى للصحافة ليعود لأهله صراحة وأهل المهنة بقى أساتذتنا أهل المهنة، وقد نترقب تغييرا في رئاسات تحرير ورئاسات مجلس إدارة الصحف القومية. أيضا معي على الهاتف الأستاذ أحمد يحيى منسق حركة إخوان بلا عنف. أحمد مساء الخير. مساء الخير أستاذ لميس ومساء الخير على السادة المشاهدين. أهلا بيك. أعتقد أن أنتوا قدمتوا بلاغ للنائب العام النهاردة أو يمكن امبارح ضد قيادات الإخوان تتهمهم باستيراد وحيازة السلاح. هو البلاغ احنا قدمناه النهاردة لكن السلاح وصل امبارح الساعة 4 الفجر، فما كناش ينفع نقدم بلاغ بعد يعني جمع معلومات كافية عن انواع الاسلحه وكده والاشخاص اللي هي كنا شفناها تواجدت مع السلاح، فاتضح لنا ان هم يعني في سوريا تابعين لتنظيم الجيش الحر في سوريا، وهذا اغلبهم وسطاء تابعين للتنظيم الدولي وينتمون للجماعه الام جماعتنا بسوريا. طب ايه دليلك ان هو يعني انتوا قدمتوا البلاغ بناء على ايه؟ على اللي اكتشفتوه النهارده ولا كان عندكم دلائل اخرى؟ واضح ان كان عندكم بيان بيتكلم ان انتوا رصدتوا عديد من الشحنات المدججه بالاسلحه، ايه مشاهداتكم؟ لا هي يعني مش شاحنات كبيره، هي شاحنات صغيره، عربيات صغيره اللي هي ربع نقل ديت، كان فيها بعض من الاسلحه متعدده الطراز روسيه الصنع، يعني فيها صواريخ صغيره مضاده للطائرات، وكان فيها بعض متفجرات شديده الانفعال وبنادق قنص ليزر، ايضا كان فيها بعض الاسلحه اللي هي الاسلحه الكيميائيه زي غاز الخردل والسرين والتابون والحاجات اللي هي الغازات الخانقه اللي بتؤدي لتهيج والتهاب في القصبه والرئه وضيق نفس وغيبوبه، يعني الحاجات اللي بتؤدي لاختناق والموت يعني. فطبعا احنا اصلا يعني حركه اخوان بلا عنف معروفه ان هي من شباب الاخوان المسلمين، وفي البعض مننا طبعا كله انسحب من رابعه العدويه، وفي البعض باقي هناك لمتابعه الاحداث التي تجري في رابعه العدويه، وفوجئوا في تمام الساعه 4 فجرا البارحه بوجود ثلاث عربيات صغيره ربع نقل وفيها بعض من هذه الاسلحه، وفيها ايضا ثم فوجئوا بعد ذلك بوجود اشخاص يعني من سوريا تابعين للتنظيم الجيش الحر واللي بيقودهم ايضا احد قيادات الجيش الحر ومعاهم هذه الاسلحه يعني. وطبعا كانوا يعني هتقولي لي عرفتوا منين ان في اسلحه كيميائيه والكلام ده؟ طبعا هم نفسهم يعني كانوا القيادات دي كانت جايه على اساس ان هي تدرب بعض من الاشخاص التابعين للجماعه او للجماعه الجهاديه او للجماعات الاسلاميه الموجوده هناك كيفيه استخدام هذه الاسلحه، لان هذه الاسلحه لابد ان يتم استخدامها بطريقه معينه، لانها اذا لم تستخدم وفقا لتعليمات معينه قد تضر بالشخص نفسه اللي بيستخدمها. طب تاكدتم منين ان الشخصيات السوريه اللي بتتكلم عليها هي تابعه للجيش الحر وانها هي جايه للتدريب وما الى ذلك؟
هم حضرتك تبعنا، تبع التنظيم الدولي، تبع جماعه الاخوان المسلمين، مش غرب يعني. فاحنا عارفين مش غرب عليكم. طب احمد انتوا بقيتوا كام؟ يعني انا فاكره لما اتكلمنا في اول مره قلت لي بقينا كنا 1000 وحاجه، هل عددكم زاد؟ هل نقص؟ انتوا كام دلوقتي؟ احنا لا، العدد في زياده الحمد لله، ان اغلب جماعه الاخوان المسلمين، انا قلت لحضرتك قبل كده وما زلت اكرر، جماعه الاخوان المسلمين جماعه محترمه ولها تاريخ، وان ما يصدر حاليا هو يصدر من بعض القيادات فقط التي تريد خروج امن وتريد احداث فوضى للاستفاده منها. احنا العدد في الزياد دائما، ووصلنا حتى الان 2751 من اصل عدد 4000 اللي هم الاخوه العاملين. فاعتقد ان ده عدد كويس، يعني هو اصلا يعني بكده اصبح فضيله المرشد بلا شرعيه. لذلك حضرتك انت لاحظت ان هو الان لا يخرج للخطابات ولا يصعد، لانه يعلم أن يعني شعبيته أصبحت في الحضيض وأنه أصبح الآن بلا شرعية. رد فعل زيارة وفد أجنبي لخيرت الشاطر في محبسه إيه داخل ربع يا أحمد؟ والله من حق أي حد أن هو يلتقي بأي مسجون، سواء كان تابع لقيادات مكتب الارشاد أو ليس لا، المهم أن احنا نرفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية. ننتظر أن يقول القضاء كلمته. الحق أحق أن يتابع، هذا هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، كل من ثبت أنه ارتكب جريمة معينة يستحق عقوبتها، ومن يثبت أنه بريء فأعتقد أنه لا ينسب إليه أمر آخر. وهذا هو الشرط الأول لنا، يعني عند إجراء انتخابات جديدة داخل قيادات مكتب الإرشاد نستوفى ونقوم باستبعاد كل من ثبت أنه متورط في ارتكاب أي من الجرائم، سوف يستبعد من خوض الانتخابات مرة أخرى. هل هناك قلق داخل اعتصامي ربعة والنهضة من اقتحام قريب أو بعيد للاعتصامين؟ يعني التمس إعادة السؤال مرة أخرى. بقول لك هل هناك قلق داخل اعتصامي ربعة والنهضة من أي اقتحام قد يكون قريب أو بعيد للاعتصامين، اقتحام للبوليس يعني للشرطة؟ طبعا في قلق شديد، لذلك هم قاموا باستيراد هذه الأسلحة، وكلنا نعلم أن التنظيم الدولي في الفترة الأخيرة في اجتماعه بإسطنبول يعني أصدر صراحة بأنه سوف يقوم بدعمنا، بدعم جماعة الإخوان المسلمين الأم صراحة، وقام السفير التركي بتهريب بعض الأموال إليهم، وهذه كانت هي يعني الخدمة الأولى. ثم بعد ذلك تلا يعني استيراد هذه الأسلحة من سوريا بقصد يعني إحداث فوضى إذا قام القوات الأمن أو الجيش بفض اعتصام ميداني ربعة العدوية والنهضة، فهم يرون أنهم يعني سوف يخضعون للمحاكمة وللقانون. فإذا كانوا يخضعون فزي ما بيقولوا بالمرة يعني نعمل إحداث عنف قد نستفيد منها أو لا نستفيد، طالما أننا يعني كده كده متعرضون للمحاكمة. هذا هو فكرهم الذي يدور الآن. لكن أنا كل ده ما يعني لا يشغل بالي بقدر كبير. أنا اللي يشغل بالي أن أنا أناشد حضرتك عن طريق هذه القناة وعن طريق البرنامج بأن سكان ربع العدوية ياخدوا حذرهم في الفترة الجاية، يحافظوا على أطفالهم، يعني يحاولوا يكونوا على تواصل مع بعض الأطباء لكيفية تفادي في حالة نشر هذه الأسلحة واستخدامها، الأسلحة الكيميائية بالذات، كيف يكون التعامل مع الأطفال، كيف يحافظوا على أطفالهم، لأن في بعض سموم وفي تركيبات جاية محظورة دوليا، يعني مجرد استنشاقها قد يؤدي بالإضرار بالأفراد المقيمين بميدان ربعة العدوية. يعني حضرتك من في غازات تم مركبة من الفسفور والكربون، وديت يعني مجرد استنشاقها بس بيحدث ضيق تنفس واختناقات وقد يؤدي الى الموت. ففي فرق بين الشخص الكبير والشخص الصغير، الكبير قد يستحمل يعني قد يتحمل بعض الشيء هذه ويهرب، لكن الطفل الصغير اعتقد انه غير قادر على تحمل مثل هذه الغازات. بشكرك استاذ احمد يحيى منسق حركه اخوان بلا عنف. يعني مش عارفه اقول ايه بالنسبه لسكان ربعه، يعانون معاناة شديدة. يعني التحذير اللي بيقوله أحمد يحيى ده مرعب ومخيف، إنه الناس دي ممكن تستخدم غازات وممكن تستخدم أشياء سامة. يعني أتمنى السلامة للجميع، وأعتقد إن الدولة عليها أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الأمر وإنها تحمي مواطنيها. واشنطن بوست نشرت موضوع طويل قالت فيه إنه هناك موقع على عنوان البيت الأبيض يطالب
أمريكا أو الرئيس الأمريكي بإعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية. هذا الموقع وقع عليه حتى هذه اللحظة 174 ألف توقيع. الجريدة بتقول أنه معظم هذه التوقيعات جاءت من مصريين، ولكن هذا هو أكثر كثيرا كما تقول الصحيفة من الحد الأدنى اللي مطلوب لنظر مثل هذه القضايا. إذن عندنا 174 ألف توقيع على موقع للبيت الأبيض، موقع الإلكتروني للبيت الأبيض، يطالب الرئيس الأمريكي بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. دي كانت حلقتنا النهاردة. أتمنى ألا تخذلوا المصريين، وألا تتعدوا أو تسمحوا بالتعدي على السيادة الوطنية وعلى الأمن القومي الوطني. ثقتنا في الفريق السيسي ثقة كبيرة، ثقتنا في الجيش المصري ثقة كبيرة، والحقيقة وفي الدولة المصرية الجديدة ثقة كبيرة، رئيس عدلي منصور والحكومة ودكتور البردعي. أتمنى ألا يكون القلق من الغرب هو محرك هذه الدولة. هذا شعب قرر كسر تحرير إرادته وكسر الطوق الغربي المفروض عليه منذ سنوات، فلا يمكن أن تعيدونا مرة أخرى إلى هذا الصندوق وإلى تلك السلاسل ببساطة، لأننا لن نعود للسلاسل مرة أخرى ولن نعود للقيود. لقد خرج المارد من القمقم. أشكركم شكرا جزيلا. بكرة هيكون عندنا دكتور أحمد برعي، وهيكون عندنا فريق مسلسل مفضل بالنسبة لي هو مسلسل الداعية. بكرة فريق مسلسل الداعية كله معنا هنا في العاصمة. أشكركم، وهذه لميس الحديدي تحييكم. صباح الخير.